بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. فاض الكيل وبلغ السيل الزبا. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه. كيف فاض الكيل ولماذا بلغ السيل الزبا؟ مؤكد المهندس عدلي داخل سخن عليكم وعليا. خير يا باشمهندس؟ لا، اللي بيحصل انا مش قادر اصدق ولا قادر اتخيل ان وصل ال 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 الكيد، وصل المناه ده، وصل الحرب الى هذا الوضوح وبكل الاسلحه على النادي الاهلي انطلاقا من واقع مصري. لا يمكن، لا يمكن ان كل ما نيجي نلعب مباراه كمية من الافتراءات، كمية من الحواديت، كمية من نفس الأجواء اللي عشناها في الفاينل مع الترجي يعاد تكرارها قبل لقاء حاسم للنادي الأهلي بتحكيم تونسي. لم نتحدث في أي لحظة عن أي تحكيم يخص الزمالك في المشوار الإفريقي خالص. صحيح، وهم مش سايبين فرصة. هذا ايه؟ وكل ما يتكلم يقول لك بعد المصالحه ومبادره نزع فتيل الاحتقان يحصل مش عارف، ويروحوا. يعني انا عايز اعرف، كل ما نقول يا جماعه اللي ينزع فتيل الاحتقان ان كل واحد يفضل في حاله، يتكلم على فرقته، يشوف ظروفه. لو استدرجنا يا استاذ ابراهيم لنفس الاسلوب مش هتبقى حياه رياضيه في مصر خالص. صحيح، هيبقى واقع مؤلم. صحيح، انما مش معنى انك انت الطرف اللي بيكبر دماغه باستمرار ان احنا هنسمح بهذا التشويه. يعني كل ما نيجي نلعب مباراه قصه، حكم لنا ماتشين او ثلاثه، هو الحكم ده مش اللي مطلعنا او طلعنا على ايده في البطوله العربيه، في البطوله العربيه، وكان لنا ضربه جزاء وظلمنا ظلما بينا. صحيح، ولم يحتاج النادي الاهلي. يوم يستند الى الاحتجاج والطعن في الحكم وكفاءته ومصداقيته على اعلام تونسي برعايه هنا. ده ايه التنسيق ده؟ ايه التنسيق ده؟ عشان كده هتشوفوا فقره مهمه عن فن التلبيس والتهييس وكمان التعليق بالتهجيص. كلام مهم جدا في قلب سياق الاحداث اللي المهندس عدلي بيتكلم عليها، لانه فعلا لو احنا جادين في ازاله اي اسباب للتوتر او الاحتقان، كل واحد يلعب في ملعبه. ما اعتقدش ابدا ان احنا تطرقنا زي ما المهندس عدلي اشار الى اي مناسبه، في اي مناسبه الزمالك بيخوض فيها مباراه افريقيه بالحديث عن المنافس. المنافس اللي هو المنافس الشقيق، جزائري، تونسي، مغربي، كاميروني، من اي دوله. ما تعرضناش لده ابدا. طب ما احنا بنلعب في نفس اليوم وزمالك بيلعب اهو بعدين بيوم، ما تكلمناش ليه عليهم؟ لكنه انطلاقا من اللي حصل قبل كده مع الحكم الجزائري اللي حكم مباراه الاهلي والترجي، وكل ما صاحب نهائي دوري ابطال افريقيا مع الترجي من احداث بتعيد بإلقاء أو بتعيد إلقاء ظلالها الثاني على مباراة للأهلي مع منافس جزائري على خلفية اختيار التحكيم، مع أنه في كلام في منتهى الوضوح ومنتهى المنطقية أتمنى أن أنتوا تتابعونا فيه. أصل المشكلة أستاذ إبراهيم أن هم بيعتبروا الموقف عدى خلاص، ما يستحقش لا التحقيق ولا التحقق. محدش حقق في الجواب المزيف، ها، اللي طلع يتم برزنتيشن بانها دفعت فلوس رشوه حكم مباراه. ما حققوش في المعد بتاع احد البرامج المنافسه، ها، اللي سخن الدنيا مع الاعلام التونسي ضد النادي الاهلي. ما حدش بيحقق وما حدش عايز، يعني وكانهم عارفين الحقيقه، ها، وقابلينها. زي التقرير بتاع اللجنه الاولمبيه اللي طلع مؤخرا بيستند للنيابه العامه، ان النيابه العامه بتقول ان هي حققت ان دي جوابات مزوره. يعني زور نفسه الجواب ده ولا وراه حد؟ معروف. نفس وبعدين السكوت. يجي يقول لك ايه؟ هو انت كل كلمه نقولها
يوم ما قلت ان الطار في الصعيد اللي بيروح يشيل كفنه. ما طالبتش حد بكده، انت بتتكلم على الواقع حتى الاجتماعي. انا قلت ايه؟ انا قلت ايه ساعتها؟ انا قلت ام الوحده ممكن تكون تبقى ظروف مش حد مش شخص. فانا بستند الى ايه؟ ان ابشع الجرائم تحل لما الانسان يرد الى حقه. صحيح. لما ترد المظالم لاهلها بتنزع فتيل، هذا هو المعنى، وهو مش خافي على اللي بيتكلم. انما عايز ياخدك في السكه دي. هو ده فن التلبيس اللي احنا هنتكلم فيه، لانه فيه اكتر من واقع. الحقيقه مهم جدا ان الناس تبقى عارفه الخطا فين والصح فين بالظبط. الاهلي بيستعد بقوه لمباراه السبت ان شاء الله، المباراه الساعه 6 مع شبيبه الثوره الجزائري في برج العرب. المباراه في ختام لقاءات المجموعه في دوري الابطال دور ال 16. مارتن لاسارت المدير الفني اختار القائمه اللي دخل بيها معسكر النهارده. الفريق بيبيت في معسكر في الاسكندريه الى يوم السبت. القائمه فيها محمد الشناوي حارس المرمى بعد الاطمئنان على حالته، وعلي لطفي، ودخل الكابتن حسام عاشور والكابتن احمد فتحي وعلي معلول وسعد سمير وايمن اشرف ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود وحيد وعمرو السوليه وكريم ندفد وناصر ماهر ومحمد هاني ورمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور اجاييه ووليد ازارو ومروان محسن وصلاح محسن واحمد حمودي. طبعا ضم معاهم كمان مصطفى شوبير حارس المرمى الصاعد. ليه ضم مصطفى شوبير وهو غير مقيد في القائمه الافريقيه؟ عشان سببين، عشان ما حدش يتفلسف كتير. السبب الاولاني انه الجهاز بيجهز لعيبه تتعود على اجواء المعسكرات، لانه ممكن يحتاجوا في اقرب مباراه محليه، فيبقى دخل في المود بتاع الفريق. مش معنى انه حطه في قائمه فيها 20 ولا 21 لاعب انه هيدخل قائمه المباراه، لكنه لما يتعود على معسكر الفريق واجواء المعسكر مع الفريق الكبير هو بيأهله من نفسيا ومعنويا للمرحله اللي جايه في بطوله الدوري او الماتشات المحليه. والسبب الثاني الناحيه الفنيه في التدريبات بتستلزم لما تعمل تقسيمه بتلعب بحارسين، فبالتالي الشناوي ما بيلعبش في التقسيمه وبيكتفي بتدريبات تاهيليه بدنيه، فبيلعب مصطفى شوبير في التقسيمه هو وعلي لطفي. ده اللي خلاه ياخد مصطفى شوبير في المعسكر، ليس الا مش الناس تقول لك ازاي اختاروا والحق ده فضيحه، الاهلي ضم حارس وهو غير مقيد وكلام كتير جدا، مع ان المساله بسيطه قوي. الشناوي موجود، وقلنا لكم المره اللي فاتت الشناوي هيكون على الاقل على قائمه على مقاعد البدلاء، لكنه ان شاء الله بكره يطمئن على حالته. اذا كان الجهاز الفني شايف انه يتم الدفع بيه اساسيا فليكن. علي لطفي اداه وقدود، فبالتالي المنطقه دي ما فيهاش لا حرج ولا قلق. لما ياخد جون صاعد يعوده على الاجواء ويعيشه المسؤوليات، اعتقد دي مهمه يعني. صحيح. بصرف النظر هيلعب ولا لا. صحيح. عنده مكان انه يسمح انه يضمه حتى لو مش هيعتمد عليه. يبات في المعسكر. الشناوي ادى تدريبات كره زي ما حضراتكم شايفين، والجهاز الطبي اطمأن على حالته، والكابتن طارق سليمان مدرب الحراس قال انه مرمى الاهلي بخير ولا اساس ابدا من الكلام اللي بيتقال من دلوقتي. الاهلي عايز حارس جديد، الاهلي عنده افضل الحراس، اثنين حراس او الثلاثه دوليين بدرجات مختلفه والفترات متفاوته، وعنده عدد من اللعيبه اللي على درجه عاليه من الكفاءه. مباراه السبت مباراه مهمه جدا. الجهات الامنيه كانت سمحت ب 15,000 تذكره لدخول المباراه، في ترتيبات خاصه، في رحله من النادي، في اجواء كتيره يهمنا ان احنا نتعرف عليها تفصيليا من المدير التنفيذي للنادي الاهلي العميد محمد مرجان. سياده العميد مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. ربنا يخليك. مساء الخير يا كابتن عدلي. اهلا وقلبي معاك و... يا رب يخليك. وربنا يعدي الصعوبات باستمرار على خير يا رب. يا رب ان شاء الله باذن الله. سياده العميد، اخر اخبار التذاكر ايه؟ نفذت الحصه المسموح بيها؟ هو بالفعل طبعا التذاكر نفذت، مش متبقي دلوقتي غير منفذ اسكندريه، لسه مبلغني قافل من نص ساعه الساعه 9 مساء. والتذاكر اتباع منها 1671 تذكره. طبعا ده النهارده عشان في نظام بس معمول والسيستم معمول، بقدر الامكان بنحافظ على حقوق جماهيرنا اللي كل واحد يقدر يوصل له التذكره. فاحنا كنا حاطين نظام اللي مش من حق حد يشتري تذكره الا تذكره واحده فقط او اثنين ماكسيمم بكثير جدا بعد تقديم بطاقه الرقم القومي.
تمام. اذا كان اسره بيشتري لاسرته من حقه اللي هو بيشتري الاسره بيقدم برضه الرقم القومي ليه وللزوجه والاسره دي عشان خاطر بس بنسجل البيانات بتبقى موجوده عندنا كويس. نضمن برضه ان احنا بنحد من موضوع السوق السوداء. طبعا احنا طبعا اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اما قررنا تخفيض سعر التذاكر عشان استاد برج العرب قررنا ده عشان خاطر جمهور النادي الاهلي اللي بيزحف ورا النادي عشان يشجعوا من كل المحافظات 27 محافظه عشان كده احنا بنقلل عليهم السعر عشان برضه نحافظ على قصه جماهيرنا دي وازاي التذكره توصل له بسعرها الحقيقي محدش هيتلاعب بيه. فبرضه حطينا نظام والحمد لله احنا عاملين عليه كنترول والجمهورنا زي ما احنا حضرتك ما اعرفش عندكم صور ولا لا للكلام ده النهارده منظر مشرف جدا قدام استاد اسكندريه الطوابير واقفه بمنتهى النظام الجمهور مستني ياخد التذكره بتاعته وان شاء الله باذن الله لسه المنفذ قفل من نص ساعه وان شاء الله نفتح بكره الصبح الساعه 9 لاستكمال باقي التذاكر اللي موجوده. بالنسبه لباقي التذاكر السيستم طبعا الحمد لله على مستوى المنافس بيتوزع احنا طبعا في بس ودي برضو من السلبيات اللي احنا رصدناها ولكن ان شاء الله باذن الله هنرجع المباراه القادمه احنا فتحنا 20 منفذ فقط لا غير منهم 10 منافس في القاهره وثلاث منافس في اسكندريه واربعه في محافظه الجيزه ومنفذ في القليوبيه ومنفذ في الدقهليه ومنفذ في الغربيه. هنحاول الفتره اللي جايه بالتنسيق برضو في المباريات باذن الله باذن الله بس المباراه القادمه تعدي على خير نفتح في منافس في كل المحافظات لان في طبعا بيجي من المنوفيه وبيجي من الصعيد وبيجي عشان خاطر يستلم تذكرته ده بناء على السود. فاحنا عاملين وبنطمن جمهورنا اللي مش هيستلم تذكرته النهارده في محاولات نعمل رصد كامل التذاكر المتبقيه قد ايه هنفتح المنافذ يا اما بكره بالتنسيق مع الشركه المسؤوله عن توزيع التذاكر للجمهور او يوم السبت من الساعه 9 صباحا بحيث نضمن برضو ان كل جمهورنا استلم تذاكره. طبعا زي ما حضرتك قلت كان العدد الامن سمح به 10,000 تذكره وكان في الاجتماع الامن التنسيقي ولكن حصل اتصالات من كابتن محمود الخطيب مع الجهات الامنيه وتكليف لجنه المباراه برئاسه العمري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره والاستاذ ابراهيم الكفراوي في لقاء، اللقاء ده اصفر اللي كان فيه طبعا الحمد لله زياده في عدد التذاكر ل 15,000 بخلاف المسموح لاكاديميه كره القدم اللي هم يبعثوا لاعبتنا في اكاديميه كره القدم ودي برضو كانت النادي الاهلي بعتنا الاكاديميه واعتمدنا مع الكابتن خالد بيبو بنبعت ولادنا بيحضروا المباريات كنوع من يعني بتربي عند اولادنا الانتماء والولاء وبيشوف النادي الاهلي وبيلعب وبيشجع فرقته برضو دي الحمد لله رب العالمين الامن سمح برضو هيبقى في اعداد متواجده من ابنائنا في الاكاديميه في المدرجات فان شاء الله باذن الله يبقى الملعب باذن الله في جماهير النادي الاهلي وربنا يكرمنا ان شاء الله نحتفل بعد المباراه باذن الله ان شاء الله. يعني الحقيقه مجهود هايل وبرضو انا شايف ان كل مره بيحصل تطوير في العمل داخل منظومه التذاكر وفكره الحمد لله كابتن عادل عشان كده انا عايز برضو من حضراتكم واستاذ ابراهيم لان الجمهور بيسمع والشباب المتحمس بيسمع احنا بنقول كل ما بقى في نظام كل ما التذكره بتاعتك بتوصل بنقدر نلبي اكبر عدد ممكن بالسعر الحقيقي اللي احنا بنطرحه احنا بنساعد جماهيرنا فارجو كمان الجماهير تساعد بعضيها اللي كل الناس بتستلم التذكره النهارده الناس كلها عايزه تحضر المباراه في ناس كتير عايزه تحضر المباراه احنا عاملين السعر ده عشان بنحارب حاجات كتير فالحمد لله النظام اللي موجود في غرفه عمليات موجوده المهندس كمال محسن واللي هو هشام جنيد بيتابعوا المواقف لو في ازمات في اي مكان يعني من ضمن المواقف برضه في ناس بتروح من المنافذ عايزه تستلم اكتر من 27 تذكره او 30 تذكره بحجه اللي هو بيستلم للاصدقاء او اصحاب الكلام ده مضبوط تماما واحنا حطينا برضه تعليمات ليها بحد اقصى يستلم كام تذكره فبنحاول دايما نبقى متابعين لان في يعني بنحافظ على جمهورنا ومش عايزين حتى عناصر منتسبه تخش في الجماهير تغير الصف والجماهير جماهير النادي الاهلي كبيره اي نظام اي نظام هتجد ناس لسه انا بتكلم مع الاستاذ ابراهيم دلوقتي ان الموضوع بقى خلاص يزهق يعني كده بقى هي دي يعني النادي الاهلي كبير وعايز يساند فرقته في بقى مجموعات لازم احنا بنبدا ننقذها وكل الناس جماهير المناوئه مجموعات المناوئه اللي ضد اي نظام ضد اي حقيقه ضد اي انك انت تضمن ان الحق يروح لاصحابه هتجد المنتفعين بقى هم اللي ضد هذا الكلام لكن انا عايز اسالك وانت في عز هذا يعني هذه المسؤوليه وزحمه العمل برضه انت بتستعد لاستقبال حدث ضخم جدا جوه النادي الاهلي اللي هو البطوله الافريقيه طبعا يعني الحمد لله النادي الاهلي وصل الى انه يحط سيستم
يخليه يشتغل تحت اي ظرف او اي ضغط او تنوع في المسؤوليه. يعني بص يا كابتن عادل، انتوا علمتونا كده، وطبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره احنا بنرفض المركزيه تماما. النادي الاهلي ما فيهوش حاجه اسمها الرجل الواحد. بالظبط، دي احلى حاجه دي. صحيح. مؤسسه كبيره، الناس كلها بتشتغل ولكن كله في اطار المنظومه. النهارده في زي ما حضرتك بتقول مباراه يوم السبت، مجموعه كامله بتشتغل فيها لجنه مباريات بالاداره التنفيذيه بالامن، نفس الوقت في لجنه ثانيه شغاله برئاسه الدكتور محمد سراج مع كابتن روح عبد القادر بخبرته لتنظيم بطوله افريقيا. فهتلاقي النادي كله بيتحرك في كل الاتجاهات، بالاضافه طبعا برضو للجانب الاجتماعي لاعضاء الجمعيه العموميه، ازاي بترتب لهم ان هم يبقوا يتفرجوا على المباراه بتاعتهم او يحضروا بطوله افريقيا او التدريبات اللي شغاله. فالحمد لله دي مؤسسه ناجحه من اصغر عامل، حتى رئيس مجلس الاداره كله بيشتغل في داخل منظومه بيساعد بعض، عشان كده الحمد لله بنقدر نعدي اللي احنا الصعاب اللي بتواجهنا يعني الحمد لله. اسعار التذاكر للتذكره ما دام في تذاكر باقيه لسه يا سياده العميد؟ التذاكر المتبقيه فقط لا غير، ودي احنا كنا بعتنا 3000 تذكره لمنفذ اسكندريه، اتباع منهم ادوني التقرير بتاعهم 1671 تذكره. المتبقي بكره هيتم الاستكمال البيع من 9 صباحا في منفذ اسكندريه برضه بالمجموعه العمل اللي موجوده هناك. سعر التذكره 10 جنيه متوافره، عشان خاطر انا بشوف السوشيال ميديا للناس اللي بتقول اصل خلصت او الناس بتقول في زحام، لا في نظام في ترتيب. حضرتك بتروح تدي بطاقه الرقم القومي للمجموعه اللي في العمل الموجوده هناك، بتستلم التذكره بتاعتك، ما بتاخدش اكتر من تذكره او تذكرتين بحد اقصى لو في معاك حد زميلك مش قادر يخش عشان نقلل برضه الاعداد. والاسره دي رب الاسره له على قد عدد اسرته، ولكن الناس لما بتساعد بعض كل الناس ان شاء الله توصل لها التذاكر. التذكره المتبقيه التذكره اللي هي ال 10 جنيه فقط لا غير في منفذ اسكندريه. المنفذ ده في استاد اسكندريه مش كده؟ استاد اسكندريه يا فندم. طيب ده المتبقي بكره، بحيث ان اللي عايز يلحق المباراه ان شاء الله بكره يقدر ياخد تذكرته. تمام يا فندم ان شاء الله باذن الله. النادي عامل رحله مش كده؟ النادي عامل رحله لاعضاء الجمعيه العموميه، دي هتبقى رحله باسكندريه الاول، لاسكندريه دي كان ثمنها سعرها 200 جنيه، وفي رحله مباشره لاستاد برج العرب دي كان سعرها 100 جنيه. اه وانا والمهندس عادل هنروح في انهي فيهم؟ انت انا ممكن تبعت لي سندوتشات يعني. ربنا يكرمنا بس ان شاء الله تعالى باذن الله. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، الف شكر. واعتقد فرصه اخيره بقى يا باشمهندس اللي هيلحق المباراه، عدد قليل من التذاكر متبقي في منفذ استاد اسكندريه، ممكن الجمهور اللي عايز التذكره ب 10 جنيه بكره سريعا تنفذ التذاكر ان شاء الله. كابتن سيد عبد الحفيظ بيوضح موقف الرباعي، لانه الفتره اللي فاتت النهارده الجهاز مثلا حب يريح بعض اللعيبه علي معلول او مروان محسن، ممكن بيكون بيخفف الحمل البدني شويه، ممكن يكون شايف ان هم في بعض الاجهاد فبيريحهم، فتطلع الناس تتكلم على انه دول مصابين مش هيلعبوا المباراه. فالكابتن سيد حريص انه يقول رامي ربيعه ومروان محسن جاهزين للمباراه، ايضا بقيه اللعيبه اللي تم اختيارها في القائمه كابتن سيد قال كل اللي دخلوا القائمه جاهزين من الناحيه البدنيه والصحيه، الناحيه الفنيه تخضع فقط لرؤية المدير الفني، وشدد على أن مشاركة أي لاعب في المباراة هي رؤية مارتن لاسارتي. سباستيان المدرب المساعد للأهلي قاد تدريبات فنية للمجموعة المهمة جدا اللي هي غير مقيدة أفريقيا أو راجعة من الإصابات، زي صالح جمعة وأحمد علاء ومحمد نجيب ومحمد شريف وباسم علي في تدريبات، وأحمد الشيخ في تدريبات جادة لتجهيزهم أيضا للمرحلة اللي جاية. لاسارتي بيعقد محاضرة فنية مهمة مع اللعيبة من خلال السي دي الخاص بمباريات للفريق الجزائري، بيشرح للعيبة أداء شبيبة الثورة، خطورته فين، مصادر الخطورة، نقاط الضعف، وجهة نظره الفنية، توزيع المهام، بقت كلها من خلال المحاضرات الفنية. بكرة الجمعة إن شاء الله الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الساعة 2 بعد الظهر بإذن الله بأحد فنادق برج العرب في الإسكندرية. هيحضر الاجتماع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره والمهندس سمير عدل المدير الاداري وماهر عبد العزيز اداري الفريق، بالاضافه الى مسؤولي نادي شبيبه الثوره الجزائري مع وصول بعثتهم للاسكندريه. بيتم خلال الاجتماع زي ما انتم متعودين استعراض كل النقاط التنظيميه الخاصه بالمباراه، واذا كان الفريق الضيف عنده اي ملاحظات او اي مطالب بيعرضها على
الاجتماع الفني اللي بيكون موجود فيه مراقب المباراة والمنسق. لاسارتي هي بيعقد مؤتمر صحفي ومعاه كابتن الفريق حسام عاشور، هيكون بكرة الساعة 3:30 إن شاء الله. ده تقليد دائم وأبدا للاتحاد الأفريقي للحقوق الخاصة برعاة البطولة، بيبقى فيه مؤتمر صحفي قبل المباراة بيوم للمدير الفني وكابتن الفريق لكل من الفريقين. المؤتمر بعد منه على طول هيكون المران الأخير اللي هيأديه الأهلي الساعة 4 في ملعب برج العرب، هيسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة بس لالتقاط بعض الصور، وبعد كده بيستكمل المدير الفني المران التكتيكي بتاعه. كريم الزاوي المدير الفني لفريق شبيبة الثورة الجزائري هيحضر المؤتمر الصحفي ومعاه كابتن الفريق الجزائري الشقيق أيضا للتحدث عن فرص فرقتهم في المباراة ورؤيتهم للموقف فيها. ده ما يخص شبيبة الثورة يا باشمهندس، إحساسك إيه؟ إحساسي لا طبعا خايف وقلقان. الموضوع مش موضوع ماتش سهل أو ماتش صعب، إنما ماتش حرج ومهم. أيوه، مش مسألة صعب أو سهل، صعوبته في أهميته، صعوبته في أهميته طبعا، ما فيهوش بديل، ملوش. خلاص إحنا وصلنا اللي يكسب يشيل. أي نتيجة تانية لا. ما والا هتبقى انت مصيرك مش في ايدك. فطبعا مين كان يتخيل ان يعدي الماتشين اللي فاتوا بالطريقه دي؟ فطبعا لازم تخاف. وانا من يعني من انصار من خاف سلم. من خاف سلم. طيب انت سالت العميد محمد مرجان على بطوله الطايره. بكره ان شاء الله قرعه البطوله الساعه 2 في النادي الاهلي في الجزيره. المهندس محمد سراج الدين اعتقد شفتوه قبلنا، كان بيتكلم في الاهلي الليله عن كل الترتيبات الخاصه بالبطوله، وادي المهندس محمد سراج وكابتن رؤوف عبد القادر مدير البطوله ومدير النشاط الرياضي في استعراض للصاله المغطاه وكل الترتيبات الخاصه بالبطوله. انتوا عارفين ان بكره القرعه في 17 فريق لغايه دلوقتي اكد مشاركته وحضوره، والقرعه بكره والافتتاح الرسمي للبطوله هيكون يوم الاحد ان شاء الله، كان ممكن يكون السبت لكن زي ما محمد سراج اكد انه تم تاجيله ليوم الاحد لانشغال النادي الاهلي يوم السبت بالمباراه المهمه في كره القدم مع شبيبه الثوره، فهيبقى الافتتاح الرسمي يوم الاحد باذن الله، لكن اولى المباريات هتبقى السبت. في 17 نادي لغايه دلوقتي اكد مشاركته، في انتظار زي ما المهندس عدلي قال انه لغايه اللحظات الاخيره في فرق بتيجي، وفي اتوقع بكره حد هيجي بتاكد حضورها. كل اللجان الخاصه بالبطوله شغاله على قدم من وساق، تم توجيه الدعوه لوزير الشباب والرياضه. اهميه البطوله دي يا استاذ ابراهيم ان احنا اصابنا اخفاق غير متوقع في نهائي البطوله العربيه. فانا يعني انتظر هذه البطوله لارى هذا الفريق على حقيقته. اللجنة العليا المنظمة للبطولة وجهت الدعوة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحضور الافتتاح، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى سفراء الدول التي تشارك أنديتها في هذه البطولة. مشينا يا أستاذ إبراهيم بمناسبة دعوة وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية في افتتاح بطولة أن تسود هذه الأجواء الطبيعية مجال الرياضة، عايزين نعيش جو طبيعي شوية، يعني احنا بقالنا مده مش عارفين نعيش بشكل طبيعي في الاجواء الرياضيه. لابد ان نعمل جميعا على ان نعود بالرياضه الى تعرف البطولات دي كان يدعى عليها رئيس الزمالك وكان يدعى عليها رئيس الاهلي يتبادل الحضور، كان من ضمن البروتوكولات على طول معمول حساب اذا كان البطوله في الزمالك معمول حساب مجلس اداره الاهلي برئيسه والعكس صحيح في النادي الاهلي. عايزين نعيش اجواء طبيعيه، ما عندناش مشكله ان احنا نعيش دي غير ان احنا كل واحد يهتم بنفسه بس. طيب الفريق جاهز وبيدخل معسكر مغلق ايضا بنات الاهلي للكره الطايره، دخلوا معسكر مغلق بقياده الكابتن حمدي الصافي المدير الفني واللاعب الدولي الكبير اللي اكد انه بطلات الاهلي جاهزات باذن الله للمشاركه في البطوله بقوه. البطوله من 14 ل 26 مارس. المهندس عدلي اشار الى انه توقيت البطوله مهم جدا، وكمان هيعقبها بطوله الرجال باذن الله الشهر القادم، فالمساله تحتاج كل التركيز، ونتمنى ان شاء الله الحصول على الموافقات الامنيه للسماح بالحضور الجماهيري
في صالة الأمير عبدالله الفيصل في النادي عشان يكون فعلا الحضور الجماهيري دافع قوي للاعبات الأهلي للفوز بالبطولة إن شاء الله. في كمان الفريق الأول لكرة السلة للرجالة بيدخل معسكر النهاردة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري اللي هتكون يوم السبت بإذن الله في نصف نهائي كأس مصر. الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق خيري فضل الدخول في معسكر مغلق لرفع درجة التركيز لدى اللاعبين لأهمية هذه المباراة. يعني الباسكت ماشي معقول وحقق دوري المرتبط حافظ عليه وماشي كويس في السوبر، واعتقد ان يعني الكابتن طارق خيري يعني قدر يتجاوز أزمة الإصابات التي لاحقته في بداية الموسم، ربنا وفقه. الاتحاد يعتبر أجهز فريق، كل الناس من الناحية الفنية شاف ان الاتحاد أجهز فريق واكثرهم يعني تكاملا، لكن النادي الأهلي بإذن الله قادر على انه يكمل وساعتها هيبقى اللقب مش بعيد علينا ان شاء الله. كل التوفيق، وزي ما قلت لكم فرقه الكوره وصلت الى الاسكندريه، دخلت في معسكرها. الزميل محمد مصطفى يمكن بياكد لي انه الشناوي في المران الاخير النهارده قبل السفر مباشره كان في حاله جيده جدا بشكل يطمئن الجمهور تماما. مارتن لاسارتي يختار الشناوي، يختار على لطفي، ايا من سيختار هيكون باذن الله مطمئن جدا للزوده عن مرمى النادي الاهلي. الشناوي في افضل حاله، علي لطفي بمجرد ما شارك في وقت المباراه البديل المباراه الاخيره خد باحسن خد اختير في التشكيل النموذجي او اثبت يعني فاصبح طمن. لا مجال للحديث عن انه في ازمه في حراسه المرمى. الاثنين جاهزين، الشناوي باذن الله تعالى بخبرته الكبيره يلعب، لو لعب علي لطفي الشناوي هيكون افضل بديل موجود على الدكه. ده لحظات وصول بعثه الاهلي ونجوم الفريق الى معسكر الفريق بالاسكندريه للمبيت فيه وبكل التركيز. المباراه زي ما المهندس عدلي اشار من بدري، ظروف نتائج اخر مباراتين خلتها مباراه في الكاس، الفوز بها فقط باذن الله تعالى هو اللي بيأهلك كاول المجموعه دون الانتظار لاي حسابات اخرى على المباراه اللي هتقام في تنزانيا في نفس التوقيت بين سيمبا التنزاني سبحان الله وفيتا كلاب الكونغولي. يعني البديل يا اول يا بره. ان شاء الله كل التوفيق، وباذن الله تعالى يكون الفريق في افضل حاله. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف فن التلبيس والتهييس والتعليق بالتهجيص، كلام مهم جدا. بعد الفاصل هنشوف مع المهندس عدلي ايه حكايه التلبيس اللي شغال اليومين دول. اهلا بحضراتكم من جديد. في فن التلبيس والتهييس والتعليق بالتهجيص، مش لا مقصود لا ساجع ولا غيره، لكن كل واحده من دول بتمثل ظاهره واضحه جدا في الاداء الاعلامي في الفتره الحاليه. التلبيس بمعنى انا ما اقولش حاجه تلبسها لي، او حد يقول حاجه معينه تلوي عنقها علشان انت توديها للمعنى اللي انت عايزه. احنا مش بس جادين في إزالة أسباب الاحتقان، احنا أكثر حرصا على إذابة وإزالة أي شيء ممكن يؤدي إلى احتقان أو أن الجماهير تزعل من بعضها. وأعتقد اللي متابع بشكل جيد للبرنامج من أول ما بدأ عارف كويس قوي أن احنا عندنا حرص شديد جدا على كل الضوابط الإعلامية وكل القيم المهنية وأعلاها وأهمها الروح الرياضية واحترام المنافسين بشكل واضح وصريح لا مراء فيه. واعتقد اللي حضراتكم شفتوه مع كل مناسبه في تمنياتنا لكل الفرق المصريه اللي مشاركه في البطولات الخارجيه يشهد على كده. لكن واحنا بنتصدى لاي محاوله لتكدير وتعكير صفو الجماهير يضايقك جدا عمليه التلبيس. المهندس عدلي يتكلم في حاجه تتخذ في حته تانيه، يقول مثل في سياقه يطلع عشان يروح في حته تانية، تتكلم معرفش في ايه تبص تلاقيها راحت في سكه تانية. امبارح على ذكر التلبيس في اصله بقى،
فجأة اتقال في برنامج الزمالك اليوم اللي على قناة المحور انه في بلاغ للنائب العام من رئيس نادي الزمالك ضد قناة الاهلي. والزميل احمد جمال طلع: انا بطالب الدكتور محمد العدل المشرف على القناة بالاعتذار فورا على اساءة قناة الاهلي لنادي الزمالك ونجومه. وبعد كده تسمع: اصل قناة الاهلي بتنتهج نهج وخطة ليه. والكلام ده اتقال في استوديوهات تحليلية لهز نادي الزمالك وضرب استقرار نادي الزمالك. ليه؟ كلام في مجمله بيحمل قناة الأهلي مسؤولية كبيرة جدا تصل إلى الشكوى والبلاغ للنيابة العامة. أنا موافق وأتفهم ده لو كان هناك أي خطأ حدث يستحق ده أو حتى ما يستحقش ده، بس في خطأ حصل. لكن لما تتبني الواقعة على أنه مطلوب من قناة الأهلي تعتذر على أن هي ذكرت أن هناك لاعبا من نادي الزمالك ثبتت إيجابية عينة منشطاته، لو ده ذكر في قناة الأهلي واتقال في قناة الأهلي دي قضية. يبقى إحنا بنتكلم على الخبر صحيح ولا لأ، مسؤوليته إيه وأهدافه إيه وسببه إيه. لكن لما يبقى الكلام ما حصلش في قناة الأهلي بتحاسبني على ما لم أرتكبه، في تلبيس أكتر من كده؟ أستاذ إبراهيم، هم استندوا على تويتة في موقع، خلاص؟ حتى لما تقرأ التويتة ما قالش الزمالك، قال إن في تحليل إذا كان الخبر صحيح أو كذب، دي مش بتاعتي، بيقول إن في إعانات إيجابية، ما قالش فلان وفلان ولا قال حتى الزمالك. والمهم ان القناه ما قالتش، يعني انت بتحاسب القناه على ما يكتب في الواقع. ادي الخبر اللي انا ما كنتش عايز حد يتوقف عنده، لانه ما قالش حاجه، لا حدد اسماء ولا حتى استند الى مصدر، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان لم يصدر هذا الكلام في قناه الاهلي اطلاقا. هو ده المهم، لانه في صياغات اخرى في مواقع ثانيه كتبت الخبر ونسبته للدكتور احمد ماجد الطبيب السابق للمنتخب واحد اطباء الاتحاد الافريقي. وطلع الدكتور احمد ماجد قال: انا ما قلتش الكلام ده لاي حد، وانا ما عنديش علاقه بالكلام ده خالص، وانا مستغرب انه يتقال لي ان ده اتقال في قناه الاهلي. يا جماعه قناه الاهلي لم تورد هذا الخبر، ده من قريب ولا ده بقى الشغل، بقى هو ده الشغل يا استاذ ابراهيم اللي انا بقول لك عليه. يعني بلغ السيل الزبا، خلاص انت بيحطك انه بص مراية يتقاول عليك يتقاول عليك يتقاول عليك يتقاول عليك لحد بقى ايه ما يبقى انا الحيله دي كنت بشوفها في الافلام الاجنبيه ما كنتش بفهمها. ان المحامي يقول حاجه يقوم التاني يقول له اوبجكشن، يقول له طب انا القاضي يقول له الغي دي. بس الناس سمعتها الغيها. فهو الكلام مش ضروري يكون صح، لا ده هو الكلام انك تبدا تقول 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 بعد شويه يبقى في صوره ذهنيه، وده اقصى افتراءات الحرب ضدك. هي حرب، هو عارف انك لا قلت ولا عدت، وانا اديت مثالين اهو. وقبل كده لما جينا نحيي مبادره بتاعه اطراف ومسؤولين كبار مع بعضيهم وصلحهم والصلح، وقلنا ده حاجة جميلة جدا، وبعدين بعديها بشوية قلت فلان فلاني بحييه على شجاعة الاعتذار فلان الفلاني، يروح واخدين السياق ده ويقول لك ده بيقول القيادة الفلانية اعتذرت، وهذا لم يحدث، هذا لم يحدث. التلبيس ونقعد ان احنا نقول ما يا جماعة ما حصلش. طب احنا ليه على مدى 8 سنين ولا 9 سنين ما كانش في عن مشكلة خالص في هذا الأمر؟ لأن إحنا ما كناش بنجيب سيرة حد خالص، وما زلنا إلا الردود على الحاجات دي، لأن ما كانش في حد بيتقاول عليك، مش محتاج ترد. خلاص؟ كنا بنجيب في وقائع مستندات. لكن دلوقتي أنت كل اثنين وخميس توقع هتيجي سيرتك وهيتقال عليك كلام لم يحدث ومطلوب ان احنا نرد عليه. قدامنا حل من اتنين، يا نرد وهننشغل مساحه من الوقت ضاعت كان ممكن نقول فيها حاجات اهم، او ما نردش
وده وضع خطير جدا، لان هيحصل بتراكم التكرار وكانها الحقيقه، مش كده؟ صحيح. فللاسف الشديد احنا بنستدرج ان احنا شويه ما نعمل اللي احنا ما كناش عايزين نعمله ابدا، ان احنا نهتم بالرد على الحاجات دي. فعايزين نحسبها صح. هل نتجاهلها ونطول حبال الصبر لعل الناس هي اللي ترد، ولا 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 يعني ناخدها حالة بحالة ونرد عليها؟ يعني يتقال كده، بلاغ للنائب العام ضد قناة الأهلي، هتشوفوا حضراتكم زي ما أوردته بعض المواقع وحتى الصفحات في اتهام القناة بما لم ترتكبه، وإنك أنت تذكر إن القناة ارتكبت هذا الخطأ. مش كل الناس، ودي خطورة المسألة، خطورة عملية التلبيس. فين جمهور الأهلي؟ هو بيشاهد قناة الأهلي، فعارف ما صدر عنها وما لم يصدر بنسبة كبيرة. جمهور الزمالك الشقيق ما بيتفرجش غالبيته على قناة الأهلي، فلما يتقال له ده قناة الأهلي قالت كذا، الراجل هيزعل، هيتضايق، أو على الأقل هتبقى عنده مشاعر سلبية لا نتمناها ضد الجماهير مع بعضيها. إن أنت بتوصف قناة النادي الآخر إنها قالت كده، طب هي ما قالتش كده، لو قالت كده تتحاسب، لو قالت كده يبقى فيه سبب إن احنا نتكلم في منطقة مهنية، ده خبر صحيح ولا مش صحيح؟ إزاي إن أنا أقدر أورد خبر وأطلع خبر بهذه الأهمية وهو لم يحدث؟ دي هنا في مساءلة مهنية، أوكي، لكن لما يبقى ده ما حصلش، مين اللي يتحاسب؟ لما تتهمني بارتكاب فعل وتعمل بلاغ ضدي على ما لم ارتكبه، والناس المعنية برسالتك تصدق ان ده حصل وتبني مشاعرها وتبني انطباعاتها وتبني مواقفها وتبني علاقاتها بالجماهير الاخرى صديقتها على فرية زي كده، يبقى ده ايه؟ ما احنا هنا احنا اللي بنكون وبنخلق وبنصنع المناخ السلبي اللي بيفضي الى هذا التوتر. المهندس عدلي قال من حلقتين ثلاثة ما تيجي نجرب نعمل مبادرة ونطالب الناس، ما كل واحد ينشغل في فرقته وفي مهامه وفي الارتباطات اللي عنده ولديه ما يكفي. ده عنده شغل كتير جدا، وعنده صحيح. حاجات تفرحه، وعنده حاجات عنده أسباب إيجابية كتيرة جدا تسعد أهله وناسه. طيب ده ليه لأ؟ ما تعرفش. في نفس التوقيت الأهلي بيخوض مباراة مهمة جدا مع شبيبة الثورة الجزائري، يحتاج فيها الأهلي للفوز على بطل الجزائر بإذن الله تعالى للتأهل. في نفس التوقيت وبنفس الشكل ولنفس الهدف، نادي الزمالك يسافر يلعب مع حسين ضاي في الجزائر مباراة مصيرية أيضا يحتاج للفوز فيها للتأهل. تجنبنا خالص إن احنا نتكلم عليه عشان ما تقالش بتخلق مناخ سلبي للزمالك. بالظبط. في حين احنا لما رحنا نلعب ضد الترجي كان جهنم. أنا مش فاهم فين المسؤولية. جهنم هنا، ماليش دعوة بالأجواء هناك. اللي حصل هنا. كان الناس بتهاجم الأهلي عمال على بطال من هنا. ولدرجة إن يطلع جوابات ويطلع افتراءات ويطلع حاجات لسه تاني بقول لك، إذا لم نهتم بالتحقيق في مثل هذه الأمور بنخليها تتكرر. بالظبط، هي دي خطورتها. هتفضل تقول أهو بلاغ للنائب العام زي ما اتكتب امبارح في برنامج نادي الزمالك ضد قناة الأهلي، والزميل أحمد جمال قال في نفس اللقطة ديت بيناشد الدكتور محمد العدل المشرف على القناة الاعتذار علنا وتوضيح الموقف. يعني طب الأهلي عملت إيه؟ حدد، قول ده حصل من قناة الأهلي، لكنه بناء الأمور كلها. لا، هو قال الحقيقة، هو قال إن أحد المذيعين المجتهدين اللي عايز يعمل مكان، قال إن الزميل محمد سعيد ما قالش الاسم، ما قالش الاسم، انما قال بنتمنى له الخير وربنا يوفقه، بس يعني مش بالطريقه لا دي. لا، في سياق اخر حتى لما جابوا الدكتور احمد ماجد قالوا انه محمد سعيد، لكنه محمد سعيد الراجل في البرنامج بتاعه امبارح ما اوردش هذا الخبر على دورنا الكرة. كتير ان احنا اي حاجه تتكتب بره شاشه قناه الاهلي مسؤول عنها هذا السطح الاعلامي اللي ذكرت فيه، اذا كان موقع، اذا كان جران، اذا كان راديو، اذا كان اي شيء، لكن السطح الاعلامي الخاص بقناه الاهلي لم يورد هذا الخبر. بتحاسبني على ايه؟ ده اللي غير مفهوم. استاذ ابراهيم خالص. احنا لما طلع وكنا بنعمل مداخلات عاقبنا نفسنا. علشان يعني تفوه احد المتصلين بلفظ
غير المحترم او غير لائق على نادي الزمالك. منعنا المداخلات بالظبط عشان ما يتكررش هذا الامر. حريصين احنا جدا على النقطه دي، حريصين على ان نتعامل بشرف وبشفافيه وبمهنيه وبدون تصيد. الاقي احنا قلنا الزمالك مسافر وبنتمنى له يا رب كل التوفيق في الجزائر، وقلنا اكتر من مره نجاح الاهلي والزمالك، وكنا نتمنى الاسماعيلي يستمر لاطول مدى في البطوله، لكن نجاح الفرق المصريه في بطولات الانديه الافريقيه ده افضل تجهيز للمنتخب الوطني ولاستعاده الكره المصريه قيمتها في القاره خاصه في العام الافريقي الحالي. محدش يقدر لا يتحدث عن ظروف التحكيم في الجزائر ولا عن ظروف التحكيم في اي مباراه تخص الزمالك في بطولاته خالص، ده امر يخصه شأنه يعني ايجابا وسلبا. لكن لما الاقي برضه امبارح حد بعت لي الكابتن عفت نصار ابن نادي الزمالك في ساعتين الاخريين اللي على قناه اخرى كل الحلقه عن الحكم اللي هيحكم مباراه الاهلي وشبيبة الثورة. احنا مش بنلعب في نفس البطوله مع بعض حتى. لا احنا في بطوله، وبعدين يصل الكلام ايه بقى؟ شوفوا درجه التهييس بقى واصله لفين. ما هو طول ما الاتحاد الافريقي في مصر معروف مين النادي اللي هيستفيد، طول ما الاتحاد الافريقي في مصر والكابتن شطه بيختار الحكام ومصطفى فهمي هو اللي مسيطر على الاتحاد الافريقي هيفضل الكلام ده اتقال حرفيا، هيفضل الاتحاد الافريقي مساند لهذا النادي. انا ليه بقول لكم تهييس؟ لانه الكابتن شطه مشي من الاتحاد الافريقي من فتره بعيده، والمهندس مصطفى فهمي مشي من فتره بعيده قوي، وابنه عمرو لانه ذكر برضه عمرو، عمرو شاب رائع ونموذج مصري واهلاوي طبعا جدا، لكنه الراجل كسكرتير عام كان عنده ظروف مرضيه الفتره اللي فاتت، ربنا يا رب يتم شفائه منها ويرجع لعمله على خير، ملوش علاقه بالمساله، وفي اجازه مرضيه زائد ربنا زائد يتم من ناحيه مؤسسيه من فتره بعيده التحكيم له لجنه. ثانيا طب ما نكلف نفسنا، اصل احنا بنتكلم على مستوى الاعلام مش على مستوى القعده، بنكلف نفسنا والاتحاد في القاهره اهو، نعمل نوصل نسال انتوا بتختاروا الحكام ازاي؟ ليكون الكابتن الوحش عليه رحمه الله هو اللي متدخل، هو كان مدير الفن للاتحاد الافريقي، انتوا بتختاروا الحكام ازاي؟ يقول لك لا اصله بيعقدوا اجتماع في القاهره. يا سيدي الفاضل الحكام ليهم لجنه هم اللي بيختاروا، لا الاهلي له طرف، ولو الاهلي له طرف هتشوفوا كم المشاكل اللي الاهلي عناها من التحكيم الافريقي، بس عشان الاهلي ما بيعترضش وصوته مش عالي في الاحتجاجات الناس ما بتقفش عندها، زي حاجات كتيره قوي مطلوب ان احنا نفضل بعد ايد رامو ولا بعد العرجون ولا بعد النجم الساحلي ولا بعد مباريات ضيعت بطولات بعد ايه الوداد ولا بعد الترجي يعني ولا بعد شفت الترجي السنه اللي فاتت وازاي الامور اديرت الله، وازاي الاهلي لعب زي ازار وعوقب في خلال 24 ساعه، والعقوبات اللي حصلت في الاعتداء على هشام محمد وما حدث في استاد رادس طلعت بعدها بشهور، ده الاهلي اللي بيتجامل. ولما يبقى طارق بوشماوي التونسي الترجاوي العنيد هو المشرف على لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، هو المشرف على الحكام، لسه هنتكلم بجهل على انه الاهلي هو اللي بيختار او ان الكاف بيجامل الاهلي؟ طب ما تساله سياسه التحكيم ماشيه ازاي او لجنه الحكام مين اللي قائمين عليها؟ ما عندكم الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام في مصر عضو في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، ما تسالوه الناس دي بيتم اختيارها ازاي او ايه السياسه اللي بيتم على اساسها تعيين الحكام في الاتحاد الافريقي، بدل ما اننا كل الهدف اللي شغال توصيل رساله سلبيه واحده بس. يعني انا استاذ ابراهيم الاهلي بيختارون له الحكام على مزاجه عشان ينجح. الاهلي هيلعب في القاهره في بطوله دوري الابطال، الزمالك هيلعب في الجزائر في الكونفدراليه، بطولتين مختلفتين صحيح. انا منتمي لنادي الزمالك، طالع شاغلني قوي ماتش الاهلي والتحكيم بتاع الاهلي، ها بدل ما انا انشغل بالكامل على دعم فريقي اللي هيلعب بعديها بيوم. انا في الكونفدراليه احنا مش هنقابل بعض، يعني الكلام ده كنت اتصور يقول لك ايه ما دلوقتي بيسلكوا للاهلي عشان يوقعوا الاهلي مع الزمالك وفرقه تطلع التاني مثلا،
دي بطولة ودي بطولة. وبعدين إلى متى كل البرامج دلوقتي مكرسة أنها تتكلم عليك أنت، عليك أنت، فلان قال، فلان عاد، وكله كلام مش مظبوط، يا متخذ من سياقه في اتجاهات أخرى ما حصلش، يا 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 بتحط أشواك في طريق النادي الأهلي مع الأشقاء. يعني لعبته في العلاقة اللي بين الأهلي والإسماعيلي مش كفاية؟ لعبته في العلاقة بين الترجي والأهلي مش كفاية؟ لعبته في علاقات أخرى مهمة جدا تخص النادي الأهلي عشان تستفيدوا منها مش كفاية؟ مش كفاية؟ يعني إلى متى هنظل كل نهجنا إن إحنا نحارب عشان نحارب النادي الأهلي، نتكلم عن النادي الأهلي، نزرع الشوك في طريقه عشان نحصد إحنا الورود؟ ده كلام مش يعني حد يا جماعة لازم يتوقف، والله والله لازم، دي ظاهرة، ظاهرة عايزة بحث. يا إخوانا أنتوا ماشيين كويس في الدوري، ماشيين كويس في بطولة أفريقيا، عندكم فرقة جيدة، اتكلموا عنها، اهتموا بيها، اهتموا بين، ادرسوا الحكم اللي هيحكم لكم، ده ما جابوش سيرته. ادرسوا المناخ اللي هتلعبوا فيه، ما جابوش سيرته. ما ابتدوش يتكلموا على الصعوبات في الاجهاد وبتاع الا لما ابتدوا يعانوا منها، كانوا يسخروا من الاهلي لما بيقول انه مجهد والدوري مضغوط عليه. انت ليه التناقض؟ ليه تعيش التناقض ده؟ سيب الاهلي في الدوري، بفهمك في منافسه مباشره، لكن مشوار افريقي مفيش هتقول لي اصل البطولات الافريقيه لا مفيش مجال. لو الاهلي زي ما قال الدكتور طارق الادور اعتذر 20 سنه مش هتجيبه، فمفيش حتى مجال انك تقول غير بقى ايه، انك تشوه تاريخه. بالظبط، البطولات المحليه حرام والافريقيه ايضا. وهنا في جزئيه الافريقيه بقى نيجي بقى للتعليق بالتهجيص. معلق المباراة هو وصف لي الحدث اللي قدامه. لما يدخل بجانب معلوماتي، كل أساتذة التعليق الرياضي اعتادوا في مدارسهم على أنه كل واحد له مدرسة يقدر يوظف المعلومة حتى لو معلومة تاريخية في السياق الفني اللي شغال. حلوة وبتضيف. لكن بيطلع معلق لمباراة للزمالك في بطولة أفريقيا، واحنا ردينا هنا، ولما ردينا بمنطق، وقلت انا انت من حقك وانت بتعلق الماتش للزمالك تعلي الزمالك الى اعلى درجه انت شايفها، ده حق طبيعي ونهج فني مفهوم. يعني بتعلق للاهلي هتقول كل ما يسعد جمهور الاهلي، لانه طبيعه المتلقي هنا جمهور الاهلي، فلابد ان انت تديله ما يروق ليه. متلقي بتاعك في مباراة للزمالك هو جمهور الزمالك، من حقك ان انت تسعده وتقول له كل ما من شأنه فعلا يشعره بالبهجة لفرقته، ده مطلوب. لكن لما يمس الامر الحقائق ابقى اعرف ان احنا بنرتكب فن التلقيح مش التعليق. لما يتقال اصل الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، وانا هنا عايز اقول حاجة، هذه المباراة في دوري ابطال افريقيا، فاحنا ما عندناش حقوق نقدر نعيد بث بعض اللقطات اللي اتقال ايه. فيطلع معلق المباراه لغايه امبارح يقول لك انا قلت، علشان قلت انه جنش احسن جون في مصر دلوقتي بيحاربوني في ملك وكتابه. اهو ده برضه فن التلبيس، لانه احنا اعترضنا على انه جنش احسن حارس في مصر دلوقتي، اعترضنا على انه جنش له كفاءته، اعترضنا على انه جنش واصل لمستوى يفيد جدا منتخب مصر. فيتقال اسألوا أحمد ناجي هو اللي قال أحسن حارس دلوقتي. هم كل اعتراض ملك وكتابة. ده أنا أسألك أنت. أسألك أنت دلوقتي. طب ما نقول لكم وقتها إحنا هنا في ملك وكتابة قلنا إيه على جنش عشان تشوفوا براعة فن التلبيس. قال الكابتن أحمد الطيب، يعني متخيلين لما انت عايز تقول جنش حارس كويس، برافو، انا رايي انه حارس فعلا كويس، حارس كويس جدا يعني انت قلت كويس وانا قلت حارس كويس جدا وانت اكدت جدا.
وما اعترضناش. اعترضنا على ايه؟ اعترضنا على ايه؟ انه يتقال ما هو طول عمره حراس مرمى الزمالك هم احسن اجوان في منتخب مصر. لما يتقال الجمله دي انت كده سلبت حقوق وحقائق تاريخيه. فكان الرد بالمنطق وبالحقائق ان في كل مباراه او في كل بطوله كبيره منتخب مصر حققها، سواء في مرات التاهل لكاس العالم والمشاركه في المونديال او في الفوز ببطولات الامم الافريقيه، الحارس الاساسي واحيانا الاحتياطي من حراس النادي الاهلي، وهذا لا يقلل من كفاءه حراس الزمالك في الاجيال المختلفه على الاطلاق. حتى قلنا دور نادر السيد في بوركينا فاسو، قلنا في مرحله كان 98 كابتن نادر السيد، فما بحسناش اي حد مش هنزيف تاريخ. لما يتقال اصل الزمالك هو الوحيد اللي خد لقب احسن حال احسن نادي في العالم في شهر كذا، طيب لما نقول لك انه الاهلي خد هذا اللقب مرتين، بل انه اخد الاكثر تتويجا في العالم بالبطولات القاريه في 19 بطوله اللي كان واخدها على مستوى العالم، دي حقائق. لما يتقال اصل نادي الزمالك هو صاحب الرصيد الاعلى في بطولات الصالات، فاحنا نرد ببطوله بطوله من غير ما ننقص شان الزمالك او نبخس حقه. انا بجيب حق الاهلي. انا بقول لما انت تقول لي انا الاول الوحيد في المدرسه، اجي اقول لك لا، في واحد طلع الاول قبل منك. انت طلعت الاول برافو، بس في حد واخد نمر احسن منك. انا ما بقولش ان التاني ده سقط، بس بقول لا في واحد كمان، فما تقوليش ده الوحيد. انت لما تيجي تقول لي الزمالك هو البطل الوحيد في العاب الصالات، اقول لك لا، في بطل اخر عرق وتعب وخد بطولات. لما تيجي تقول ده نادي القرن الحقيقه، اقول لك لا، انت مسموح لك تقول وجهه نظرك، بس مش مسموح لك تتجنى على الحقائق التاريخيه، لانه ده صادر بيه قرار من الاتحاد الافريقي وفقا لمعايير منضبطه جدا تم الاعلان عنها قبل نهايه القرن بست سنين، بمعايير واضحه وثابته. عايزين تقولوا الزمالك احسن حاجه في الدنيا، قولها من حقك، لكن لما يبقى في حد خد لقب وتقول ده الحقيقي، انت بتسيء ان التاني مزور. هتنزعه منه ازاي بالظبط؟ الا بحكم ممكن، الا بحكم محكمه، ما حدش راضي يروح للمحكمه. لما احنا قلنا كل هذه الحقائق يطلع لا اصل ملك وكتابه زعلوا علشان انا قلت جنش، لا يا سيدي، احنا اللي قلنا جنش، واحنا اللي بنحيي كل لاعب يفيد المنتخبات الوطنيه بكل اريحيه وبكل روح رياضيه. احنا هنجمه ازاي يعني؟ فارجوكوا حاسبونا على اللي احنا بنقوله، لان احنا لا هنهبط بمستوى الحوار ولا هنشيد ولا هنوصل لمرحله لا التلقيح ولا التلميح. بمناسبه بس نزع فتيل الاحتقاد صحيح يعني. هذه اللحظه التاريخيه بتاعت الكابتن صالح سليم عليه رحمه الله وهو بيتوج في جوهانسبرج بلقب نادي القرن. فاحنا بنقول الحقائق التاريخيه حفاظا على حقوق حقيقيه وطبيعيه للنادي ثابته. شيء مشرف جدا انه يبقى في مصر الاهلي نادي القرن والزمالك الثاني، شيء رائع جدا للكره المصريه وللرياضه في مصر، لكنه القمة سطحها، وده قلناه كتير، مش مدبب. القاعدة تتسع ان الكل ينجح. ليه عايز تزيح حد عشان تقعد؟ لا، الكل من حقه ينجح والكل من حقه يسعى للنجاح. لكن هل في سعيه للنجاح مسموح ان انا ازرع كل هذه الاشواك قدام فريق مصري هيلعب مباراة مهمة جدا؟ دي اغرب حاجة. انت بتلعب في البطولة دي، ليك بطولتك، وتلعب بره في نفس اللحظة. أيوة. بتتكلم عليا انا. حاجه عجيبه جدا يعني. وتبقى القصه اللي مطلوب ايصالها للناس انه تم اختيار الحكم التونسي الصادق السلمي لاداره مباراه الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري لهدف واحد، مجامله الاهلي. على اي اساس يا مولانا؟ قال لك ما هو ازاي في اخر ثلاث مباريات، اخر اربع مباريات الاهلي يلعب اربع مباريات في المجموعه، ثلاثه منهم للصادق السلمي. حتى دي بتتقال بكذب، لانه الصادق السلمي ده حكم مباراه للاهلي في الدور الاول، الاهلي وجيما جيفارا الاثيوبي. صادق السلمي بقى بالمناسبه، ما كنتش عايز اقولها يعني عشان في ماتش بكره، ما هو كان بيحكم مباراه الوصل
الوصل. أي. وخرجنا من البطولة العربية بقرار. هاجي لك لتفاصيله. منه. قلت لكم في الأول نعرف حقيقة التعيينات بتتم إزاي عشان لما تفضي إلى ده مين اللي بيختار؟ فاكرين؟ الشخصية التونسية النافذة في الاتحاد الأفريقي الأستاذ طارق بوشماوي. عضو اللجنة التنفيذية في الكاف وواحد من أصحاب الأدوار المؤثرة في مؤسسة الاتحاد الأفريقي وفي الاتحاد الدولي. وراجل ابن الترجي وترجاوي عنيد. وشفتوا الدور اللي لعبه مع الترجي في النهائي السنة الماضية مع الأهلي. وإزاي جماهير الترجي احتفت بيه واحتفلت وشكرته. لأنه قدر فعلا يغير دفة النهائي للشكل اللي انتهى بيه. طارق بوشماوي هو المشرف على اختيار الحكام في الاتحاد الافريقي على لجنة التحكيم. فأعتقد أبعد ما يكون عن مجاملة الأهلي مبدئيا. بل عايز أقول لكم إنه ممكن يكون جمهور الترجي دلوقتي وده طبيعي وإدارة الترجي يهمها الأهلي ما يكملش في البطولة كمنافس ومرشح مباشر. طبعا. بميزان القوة يهمه إنه يخلص من منافس اعتاد ان هو يلعبه في النهائي. فالاقي طارق بوشماوي هو الشخصيه النافذه في الاشراف على التحكيم في الاتحاد الافريقي، اللي بيختار المسؤول عن اختيار الحكام في لجنه الاتحاد الافريقي ايدي مايه من سيشل، ده الحكم الدولي القديم وواحد من اقطاب التحكيم في القاره الافريقيه. ايدي مايه هو اللي بيقوم بعمليه التعيينات. هيجامل الاهلي. طيب ايه المعايير؟ هم بيختاروا كده ازاي؟ عشان تكتملوا الصوره برضو قدام حضراتكم، في الادوار الاولانيه في البطولات الافريقيه وبطولات الانديه بيحاولوا يوسعوا قاعده الاختيار في وقت، وفي نفس الوقت بيختاروا بعض الحكام من البلاد الصغيره اللي عايزين يشجعوها. فباستمرار تلاقي حكم جاي لك من بنين، حكم جاي لك مش عارف من موزمبيق، حكم جاي لك من مدغشقر، من بعض الدول الصغيرة اللي الاتحاد الافريقي في سياسته عايز يرعاها ويشجعها شوية. اما بيجي يدخل في ادوار المجموعات والمنافسة بتشتد والمباريات ليها اهمية، بيبدأ يحدد حكام الصفوة او النخبة علشان يبدأ يعتمد عليهم. لما بيجي يعتمد على حكام الصف الاول في الادوار التانية ادوار المجموعات بتبقى عنده مشكلة حقيقية. اولا هو بيسعى الى انه يختار الاقرب للمنطقه الجغرافيه علشان الحيز الجغرافي يكون قريب، فيبقى فيه سرعه الوصول بالنسبه للحكام لانه المباريات كل اسبوع. فلو عايز يجيب حكم من غرب القاره يجي شمالها هياخد وقت في حجوزات الطيران. هو بيستسهل المساله علشان يتجنب اي تاخير للحكام او اي مشاكل في الطيران انه يلعب مع كل منطقه. هنا بنلعب في شمال افريقيا هيجيب لك حكام من شمال افريقيا، بتوع الغرب بيجيب لهم حكام من الغرب بنسبه كبيره. هو مش هيقدر يعمل ده بنسبه 100% لانه في ظروف تانية هتفرض نفسها تاني، وهي انه طب ما في انديه مشاركه في هذه البطولات، يعني ده ماتش جيما جيفارا وصادق السلم اللي ادار هذه المباراه اللي حاسبينها ان هي في دور المجموعات بس ما علينا. يجي يلاقي مثلا تونس الافريقي موجود في مجموعه والترجي موجود في مجموعه. طيب هيعمل ايه في الاربع مجموعات؟ ادي عنده مجموعتين مش هيقدر يودي لها حكام من تونس. زي ما الاهلي موجود في مجموعه والاسماعيلي موجود في مجموعه، فجهاد جريشه حكمنا الدولي الكبير مش هينفع يحكم اي مباراه في المجموعه اللي الاهلي فيها، والا هتبقى فيها تعارض او في شبهه او ممكن يتهم بحاجه. يعني انتم متخيلين دلوقتي الاهلي بيلعب مع شبيبة الثورة، يقدر الاتحاد الافريقي يودي جهاد جريشة المصري او حكم من الجزائر يحكم مباراة سيمبا التنزاني وفيتا كلاب؟ مش منطقية ابدا. مبدئيا هتحيطها الشبهة حتى لو كان الراجل فير جدا، لكنه هتبقى فيها شبهة الاختيار. فالاتحاد الافريقي كوضع طبيعي بيجنب حكام البلد الواحدة اللي ليهم اندية يبعدهم عنه. فحكام تونس مبعدين عن مجموعة الترجي ومبعدين عن مجموعة الأفريقي، يبقى في مجموعتين، مجموعة الأهلي والمجموعة التانية. دول اللي يقدر يجيب لهم حكام من تونس. المغاربة نسبة كبيرة من الأندية المغربية موجودة، فبيتجنب حكام المغرب
يوديهم، الجزائر نفس الحكايه يوديهم فيما عدا المجموعه اللي فيها الانديه الجزائريه. مفهومه فكره الاختيار عشان تبقوا عارفين هو مش بيجامل الاهلي، لان انتوا لما هتعرفوا هو مين صادق السلمي وعمل ايه مع الاهلي قبل كده هتعرفوا ازاي الناس دي بتتجنى على الاهلي وهم بيتهموه بكده. صادق السلمي ادار الاهلي وجيما جيفارا الاثيوبي اللي انتوا شفتوها في الدور الاول. طيب هل لما ادار مباراه الاهلي وجيما جيفارا جامل الاهلي في حاجه؟ هنجيله. الاهلي مع فيتا المباراه الاولى للاهلي مع جيما جيفارا في برج العرب الاهلي فاز 2-0، ما كانش فيه اي شبهه اي مجامله للاهلي في حاجه. وده مش رايي، ده راي ناصر عباس الحكم الدولي وعضو لجنه الحكام هنا واللي بيعمل تقرير فني مهم لليوم السابع وموقع سوبر كوره. تقريره عن الحكم شخصيه وسيطره على المباراه، تمكن الحكم من السيطره على احداث وسير المباراه بفضل قراراته الصحيحه على مدار الشوطين، تعاون كامل مع مساعديه، نسبة تقدير الأخطاء 88%، نسبة جيدة في التمييز بين الأخطاء بشكل صحيح، العقوبات الانضباطية أنظر هشام محمد، التعاون مع طاقم التحكيم تعاون جيد، درجة صعوبة المباراة كانت المباراة سهلة نتيجة فرق المستوى فنيا وبدنيا لصالح الأهلي، تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة، طبق الحكم إتاحة الفرصة ومنح الأفضلية للفريق، ما يجب تطويره في أداء الحكم وفقا لرؤية ناصر عباس يحتاج إلى التحرك الصحيح بعيدا عن مسار الكرة لأن كادت الكرة تصطدم به في أكثر من مرة في الدقيقة 24 و46 و86 ودي مشكلة كبيرة للحكم في عدم التحرك وقراءة الملعب. ده تقرير بالمناسبة القانون كان بيعتبر الحكم هوا، دلوقتي ما عادش هوا. لا كانت لما تصطدم به اللعبة بتكمل إن شاء الله تيجي جول. دلوقتي يوقف اللعبة بيعمل إسقاط وده الفير. أيوه حكم الصادق السلمي المباراة الثانية له للأهلي الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي. دي كانت الجولة الثانية في هذه المجموعة الرابعة. الاهلي فاز 2-0. ناصر ماهر وعلي معلول من ضربة جزاء صحيحة جدا كلكم فاكرينها، ولولا ان احنا ما عندناش حقوق من لهذه البطولة اللي ليها الشركة الناقلة كنا قلناها. لكن طب ما هو صادق السلمي حكم مباراة كبيرة فيما بينهم، حكم صن داونز واسك الايفواري. مباراته مع الاهلي ما كانتش هي الحاله الاولى ابدا في البطوله. هل حكم يحكم ماتشين لفرقه واحده ده انحياز للاهلي؟ هل محتاج التلميح والتلقيح انه المساله كلها لخدمه الاهلي؟ طب لو هي الفكره بكده انه لما يجيب لك حكم حكم لك ماتشين قبل كده يبقى فيه شبهه، اللي جاي ده يبقى ايه؟ اللي جاي ده تسموه ايه؟ وهل الاتحاد الافريقي هيجامل كل دول ولا الناس دي كل هدفها ترمي طوبتين على الاهلي وخلاص، او تحاول تضغط على الحكم قبل المباراه، او تحاول هو ده تزرع الشك هو ده بالظبط يعمل لك شوشره عليك تضغط على الحكم عشان ياثر على قراراته عشان يحرض الفريق الجزائري. الكلام ده في مصر ضد نادي مصري في مباراه على ارض مصريه، لكن احنا نهجنا دايما وابدا في ملك وكتابه الرد بالمنطق. اذا كنت عايز تصدق انه الاتحاد الافريقي لما يختار حكم لعب ماتشين لفريق واحد في دور المجموعات وما كانتش جيما جيفارا في دور المجموعات بس هحسبها لك دور المجموعات، اذا اعتبرتها كده قول لي رايك في اللي جاي. الحكم السوداني الفضل محمد حسين لعب ماتشين للاسماعيلي، الأولى قدام شبيبة قسنطينة في الجزائر وللإسماعيلي مع الأفريقي في تونس، هيبقى السبت اللي جاي. لا الإسماعيلي اعترض ولا قال إن الحكم مكرر ولا قال إن الراجل ده محطوط علشان يخرجني من البطولة. آدي الإسماعيلي مش الأهلي. طيب الحكم التونسي يوسف السريري أدار مباراتين لأسك الإيفواري، واحدة قدام استاد مالي كان في دور ال 32 والتانية قدام صن داونز في دور المجموعات. هل
الاتحاد الافريقي بهذا الاختيار يوسف السرايري حكم ملاكي لاسك؟ هل يمكن اعتماد نفس المنطق؟ الحكم الانجولي هيلدر مارتينيز لعب ماتشين لفيتا كلاب المنافس المباشر للاهلي، الاولى كانت في كينشاسا قدام بانتو بطل لسوتو، والثانيه كانت امام شبيبه الثوره الجزائري نفسه في كينشاسا. نفس المنطق ونفس المعيار ونفس العدد، دول بيجاملوا الاهلي. طب لو بيجاملوا الاهلي، الاتحاد الافريقي بيجامل الاهلي، هل الاتحاد الافريقي كان بيجامل الزمالك ذات نفسه؟ ليه؟ لما يسند الحكم، يسند الاتحاد الافريقي للحكم الغاني دانيال لارايا مباراتين في دوري المجموعات للزمالك، الاولى على ملعبه قدام نصر حسين داي، الماتشين في والثانيه للزمالك قدام جورمايا والاثنين في برج العرب. ادي ماتشين لهذا الحكم حكمهم للزمالك في هنا في مصر، في مصر وفي دوري المجموعات. ارجوكوا بتعريف عقل شويه قبل ما نرمي الناس بالباطل، وقبل ما نشوه، وقبل ما نزرع الشوك، وقبل ما نضغط على حكم بيحكم مباراه لفريق مصري على ارض مصريه. ادوني منطق، ردوا لي بنفس المنطق. صادق السلمي سبق له ان ادار مباراتين للاهلي، واحده في دور ال 32 وواحده في دور المجموعات. الحكم الغاني ادار مباراتين للزمالك ايضا، بس كمان في نفس دور المجموعات الاثنين، والاثنين في مصر صحيح. ما طلعناش احنا قلنا علامه استفهام تحت الحكم، ولا قلبنا في مسيره الحكم، ولا عمل ايه، ولا يعنينا. كل التوفيق لنادي الزمالك والاسماعيلي وكل الانديه المصريه. لكن هذا الاتهام لما يكون بهذا الشكل نحتاج رد بهذا المنطق وبنفس درجه الاحترام، بس نحترم عقليه المتلقي عشان الناس تبقى فاهمه الصح فين والغلط فين، والناس اللي بتفتري باي اتهامات وخلاص. الحكم صادق السلمي قلت لكم تقريره في مباراه الاهلي وجيما جيفار. يعني بص يا استاذ ابراهيم، عشان لكن هو النقطه مش عايزين يعني خلاص دخلنا في تفاصيل قوي. مساله انت بتختار، انت قلت المعايير ان حكم يحكم ماتشين متكرره. ان الحكم بقى وده الاهم، لما حكم للاهلي، طيب لو هو بيجامل الاهلي ما حسبش ضربه الجزاء ليه؟ وكان الاهلي زمانه في البطوله العربيه لحد النهارده، ماتش الوصل. خرج الاهلي بسبب صفاره الحكم نفسه لدرجه ان في كانت اصوات بتنادي ان الاهلي يعترض، بس الاهلي مش عايز يعترض لان مش نهج الاهلي انه يعترض، واخد بالك؟ هو بيعتبر ان ده خطا في مباراه، وان احنا رجعنا لومنا المستوى الفني اكتر من لوم الحكم للنادي الاهلي. هي دي الواقعيه بتاعتك. ايوه، الكلام اللي بيتقال ضغط على الحكم عشان الحكم يبقى له موقف. الحكم الجزائري اللي اتهموه بالرشوه بتاع الفاينل قدام الترجي اللي كان في القاهره هنا، بعد شهرين او ثلاثه يصدر الاتحاد الافريقي براءه هذا الحكم. لكن وقتها كان من المناسب انه يتحط تحت دائره الاتهام عشان يحصل في الاهلي اللي حصل في مباراه العوده. يا جماعه اتقوا الله شويه، لان الدنيا والله ما هي مستحمله. احنا لو احنا يعني عمالين نكبر في عقلنا ونرد بالموضوعيه، لو اشتغلنا بالطريقه دي هيبقى الجو جهنم. انك تفضل تخترع حاجات وتشتكي وتزور جوابات وتعمل مداخلات يعني وتخترع مواقف، هذا امر يجب ان يتوقف فورا. زي ما عايز تتهم صادق السلمي انه اختياره انحياز للاهلي، ارجوك قول لي رايك في جهاد جريشه حكمنا الدولي الكبير المحترم النزيه، والاتحاد الافريقي بيسند له مباراتين للترجي التونسي. جهاد جريشه بيحكم مباراتين للترجي قدام الصفاقسي وقدام البنزرتي في الدوري التونسي، سوري، في الدوري التونسي بيستعان به في مباراتين
للترجي نفسه. هل ده اختيار موجه؟ هل صادق السلمي لما يحكم في 5 مباريات في الدوري التونسي منهم 3 يحكم السنه دي 5 مرات منهم 3 للافريقي، هو بيجامل الترجي ولا بيجامل الافريقي الغريم التقليدي ليه؟ من الخمسه بيختار بيحكم 3 للافريقي. زي الحكم مهدي عبيد شارف اللي المهندس عادل اشار اليه، حكم مباراه برج العرب في النهائي الاهلي والترجي اللي قال ان الاتحاد الافريقي ويتقال الصوا اوقفه، ايوه اوقفه لحين التحقيق معاه، ولما حقق معاه برأه، ولما برأه بعت للاتحاد الجزائري انه هذا الحكم ثبتت براءته، فرجع يحكم 3 أو 4 مباراه في الدوري الجزائري، لعب النهارده مباراه. يعني هو انت لا، هو ساعتها ايراد الكلام في السياق ده دلوقتي امبارح واول امبارح هدفه ان انت تقول ان الاهلي رشى هذا الحكم كده، لانك زورت جواب بهذا المعنى وملقاش حد يحقق فيه وبعته للاعلام التونسي وطلع برنامج تونسي ممكن نعرضه دلوقتي، قال مين اللي بعت لهم الجواب؟ في تسميم ابار اكتر من كده؟ في زرع اشواك اكتر من كده؟ بنقول لكم كل التوفيق لنادي الزمالك وكل التوفيق لكل الانديه اللي بتشارك، بس لاحظوا انه الاهلي لما بيلعب في بطوله عنده اهداف فيها والزمالك عنده اهداف فيها، هل من مصلحه الكره المصريه إعاقة تحقيق هذه الأهداف من قبل أي أطراف محلية لصالح أطراف خارجية؟ هل كده إحنا فعلا بنخدم الكرة المصرية؟ لما أحاول بكل وما يتقليش أصل إحنا ما جبناش سيرة الأهلي، الكلام ده ما ينطليش على حد عاقل شوية. أنت عمال تقول ليه الاختيار؟ وإحنا ما بنجيبش سيرة الأهلي بس ليه الاختيار؟ ليه الاختيار؟ لأن أنت لو فتحت صفحة الاختيارات كلها هتلاقي كل هتلاقي جالك حكم مش للزمالك مرتين. ابراهيم، وانا شغلتي ان ابرر له ليه الاختيار؟ هو الكلام ده هو عايز كده، انك ان هو ان ده يبقى موضوع مثير للجدل. يعني انا نفسي مش شايف ان الموضوع ده يعني هو يستحق الرد في مجال اظهار نوايا التربص بس، لكن موضوعيه الاختيار ده مش ده 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 حاجه يعني يعني حاجة اوفر قوي ان احنا نقعد نفهمهم المعايير وال لا احنا بنقول للجمهور علشان ما تنطليش عليه فكرة اشمعنى ده؟ طب واشمعنى جهاد جريشة مرتين للترجي؟ واشمعنى الحكم الغني مرتين للزمالك؟ اشمعنى كل ده؟ انت وقفت عند الاهلي بس عشان تخلق انطباع ما يخلق علامة استفهام مش موجودة وتضغط على الحكم التونسي. لكن لو احنا هنرجع، طب ما هو الاتحاد الافريقي بيحاسب حكامه اول باول، مش لسه الأسبوع اللي فات قرر إيقاف الحكم اللي أدار مباراة نهضة بركان والرجاء في المغرب لمدة سنة، وصدر القرار كده بمنتهى الوضوح. إيقاف الحكم أنطوان ماكس ديبادو لمدة سنة، والقرار تطبيقه اعتبارا من 6 مارس الحالي. كان بيحكم مباراة في الجولة الرابعة في الكونفدرالية بين نهضة بركان والرجاء البيضاوي المغربي يوم 3 مارس، والاتحاد الأفريقي شاف انه اخطاؤه اثرت في النتيجه فوقفوا. وهو ده اللي احنا بقى بنقوله يا استاذ ابراهيم لمده سنه. ليه عمالين كل ما نيجي نتكلم على التحكيم وكان عندها حصانه؟ ما احنا لو تعاملنا الحكم بشر والبشر بيخطئ طبعا والبشر بيتعرض للنقد. طب ما تحقق مره وتديني نموذج مره واحده في الحالات الفجه عملت زي الاتحاد الافريقي كده وعاقبت حكم وتعلن. يعني ايه معلنش؟ ليه معلنش ليه؟ اضحك على مين يعني؟ لو هي على الاخطاء ولو الاتحاد الافريقي بجد ولو الاهلي من البكائيين قوي اللي مع مجرد أيوة. خطا يقعد يعيط ويبكي سنين طويله أيوة. ويقلبها لمظلمه تاريخيه ايوه كان الاهلي عمل حائط مبكى افريقي يعيط عليه كل صبح على البطولات اللي ضاعت بفعل هذه الاخطاء. اتفضلوا 2007 ضربه جزاء غير محتسبه للاهلي في النجم الساحلي ماتش الذهاب 2007. يا ريت ابو خلصت على كده. ده ادى انذار لبركات عشان يغيب ماتش القاهره. عشان يغيب ماتش القاهره. بصوا يعني هتتعاد تاني دلوقتي، شوفوا درجه الوضوح اللي فيها. ادي بركات. اهي
ما تتحسبش ضربة جزاء في مباراة ذهاب اهي اهي وياخد انذار عشان يغيب ماتش القاهرة. شد من الفانيلا والشورت. طب لما يجي ماتش القاهرة نفس الفرقة النجم الساحر. لا العودة ده كان العودة اهو ادي العرض مسخرة ضربتين جزاء ولا اوضح. اتفضلوا مجزرة تحكيمية. كانت النتيجة 1-1 ساعتها. أبو تريكة يعني اتجنن من اللي شايفه. وأهو ده الحكم المغربي العرجون أهو اتفضلوا. ده ما حتى ما راحش ناحية اتفضل أهي ودي بص التانية بص التانية في الدفع المباشر في ظهره داخل المنطقة هتتعدى الوقت. وبمنتهى اهو وقدام عين الحكم اهو بيقول له تاني يعني ولا الهوى هتتعادوا وهتشوفوا حضراتكم. لان لو كان كده كان الاهلي زي ما بقول لكم عمل حائط مبكى على كل البطولات اهي دي بتاعت ابو تريك ودي شديد هناو شديد في دفع شديد وظلم جديد. وبعديها راح طرد عماد النحاس ادي الايد التاريخيه لانرامو. لا اتفضلوا ادي لقب تاني ضاع في 2010 واخر بطولتين ايد رامو بمنتهى الوضوح وضاعت بطوله خرجت بضربه يد مباراه فولي بتلعب كره طايره في الملعب. ايوه اهو معرفش انا لو كان كده كان الاهلي عمل ايه. بقول لكم اخطاء تهدر القاب. اتفضلوا دي مباراه السوبر 94 اهلي وزمالك في جوهانسبرج بيتروس ماتابيلا الحكم الجنوب افريقي اللي بعد كده دخل السجن في وقائع رشوه في جنوب افريقيا. يعني الفاول اصلا اتهم في بلاده في في فاول النادي الاهلي في مباريات احدى مباريات بعدها بسنين طويله اتهم بتلقي رشا في دوري جنوب افريقيا وشطب مدى الحياه من التحكيم وتم القبض عليه ومحبوس حاليا. شوفوا اللي عمله ساعتها من اخطاء في طرد محمد يوسف وعدم طرد ايمانويل امونيكي في فاول كان واضح جدا. بقول لكم الاخطاء مش بنتكلم في فكه بنتكلم في الاخطاء اللي اضاعت دي نماذج يا استاذ ابراهيم مش حصر. اه اخطاء كتيره بتضيع لقب. انتوا بتتكلموا على اهو ماتابيلا اديني ظهرك وكارت احمر. يوسف كان بياخد الكرة من أشرف يوسف ساعتها على ما أذكر عشان يلعب أهو. يعني كل الوقائع دي على سبيل الأمثلة مش الحصر. لكن الأهلي ما بيتكلمش. لو كانت المسألة كده كانت عمل لها حائط مبكى بجد. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل تحب تطمن على شبيبة الثورة؟ يا رب اطمن. ان شاء الله تطمن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد. السبت الحاسم في برج العرب ان شاء الله تعالى مباراه مهمه. الجمهور اللي هيكون متاح ليه الحضور 15,000 لكن جمهور الاهلي عودنا انه في الملعب يكون لهم تأثير ال 15 مليون. دي الجماهير النهارده وهي بتشتري التذاكر دي في اسكندريه مش كده؟ في اسكندريه. وانتوا اعتقد الصور والمشاهد كتيره للقطات الجمهور اللي بيبقى جايب البطانيه يا عيني ونايم في الشارع عشان مستني شباك التذاكر يفتح الصبح بدري. دول فعلا اللي مخليين هاشتاج وحوش الاهلي اسعدوا جمهوركم ده الهاشتاج اللي متصدر تويتر دلوقتي بفعل كل هذا الحب لجمهور كبير جدا بيعشق هذا النادي العظيم. الجمهور اللي هيكون موجود
وحوش الاهلي اسعدوا جمهوركم. هذا الجمهور الكبير عليه مسؤوليه. الاهلي محتاج يكسب باذن الله. عنده من اللعيبه اصحاب الكفاءه والخبره باذن الله تعالى ما يكفي. الجهاز الفني فيما هو ظاهر في التدريبات بيتعامل بمنتهى الهدوء ومنتهى التركيز. التهيئه المعنويه وصلت لحد شفته الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على حضور التمرين امبارح والاطمئنان على الفرقه، وكان فرصه سعيده جدا انه مانويل جوزيه المدير الفني البرتغالي ومدرب الاهلي التاريخي يكون حريص على انه يجي يحضر المران عشان دعم الفريق ودعم لسارتي. كل ده في اجواء ادراك اهميه المباراه. انت لو تشوف لسارتي هو بيسلم عليه باحترام شديد. يعني الراجل ده فعلا صحيح. ومانويل جوزيه طبعا متابع اللي بيحصل وشايف الفريق وصل لفين وشايف اداء الكره الجميله، فهو عنده نفس التقدير للاسارتي. يعني لو شفتوا جانب من الحوار اللي بينهم، على قد ما لاسارتي مقدر جدا لمانويل جوزيه وسمع كتير على اللي عمله وعلى قيمته في مصر، لا كمان مانويل جوزيه باصص له نظره اهو اهو بياخد البركه منه في مداعبه لطيفه جدا اهو. عنده بص يعني امتنان جدا لهذا الرجل بياخد البركه. وريني انت عملت ايه للناس دي، انت بيحبوك قوي كده ليه؟ ايوه ياخد منه البركه. بص بص اهو ده الحوار اللي الطريف اللي بينهم. ده جزء من تهيئه الفريق معنويا ودعم الجهاز الفني ودعم اللعيبه. محمد يوسف من الناس اللي اشتغلت مع مانويل جوزيه كان مساعد معاه. سيد عبد الحفيظ واحد من اللي اتمرنوا تحت ايد مانويل جوزيه. فالكل عارف قيمه هذا الرجل. كابتن خطيب حرص على حضور المران ورحب بمستر مانويل واطمأن من الكابتن سيد على كل احوال وترتيبات الفريق. اذا احنا بنتكلم على تهيئه معنويه ونفسيه في احسن حالاتها. جو من التفاؤل، حاله لعيبه الحمد لله جيده جدا، اطمئنان على كل المصابين، واخرهم زي ما قلت لكم حارس المرمى الشناوي اللي الجهاز اطمأن عليه تماما واتمرن بقوه في اخر مران النهارده وجاهز للمشاركه. اذا دفع بيها يبدا، ما دفعش بيها يكون على الدكه جاهز. لكن الجمهور حضوره المؤثر محتاج للصبر، للدعم المستمر، للتعامل مع متغيرات المباراه باستمرار بوعي وبحرص على الفريق. لا في الماتشات المهمه جمهور الاهلي الحقيقي وعي قوي قوي قوي. يعني هو بيعمل كل حاجه من غير ما نطلب. صحيح. الاهلي اتعرض لمواقف صعبه كثيره، وانا اعتقد هذا الموقف درسه الكبير احسن بدري. احسن بدري في المباراه، ما ينفعش تفضل جايب جون ومستني عليه واكتفيت وتفاجأ في وقت متأخر تدفع ثمن صعب جدا. فتأمين ده ان انت تكسب واحد واثنين وثلاثة واربعة وتفضل محافظ على اللعب الهجومي وتفضل محافظ باستمرار على ايجابيتك في ان انت تسجل اهداف بكل التركيز. لكن كمان احسم امورك بدري في مجموعتك. لما تتاح ليك مجموعة انت بتبدأها بشكل كويس وتتصدر، ما ينفعش تفقد النقاط الاخيره اللي انت فقدتها اللي ادت الى تازم هذا الموقف. ده الدرس، باستمرار الحسم المبكر في المباريات وفي المجموعه يجنبك ويغنيك عن كل المتاعب المتاخره. الاهلي تعرض لمواقف صعبه كتيره جدا في مشواره الافريقي اللي كفله انه يكون نادي القرن في القاره، وكل مره خرج في منتهى القوه. في 87 الاهلي خسر في ابيجان 2-0، كان لازم يفوز في القاهره. هتشوفوا لقطات حضراتكم لمثل هذه المنعطفات الخطره في مسيره نادي القرن. قدر الاهلي يكسب افريكا سبورت ويتاهل او يفوز بضربات الترجيع.
في 87 في دوري المجموعات كمان خسر الاهلي في القاهره من بترو اتلتيكو 4-2 لو تفتكروا في اول موسم لمانويل جوزيه مع الاهلي في مباراه المجموعه. الاهلي كان رايح الجزائر وهمه لازم يكسب عشان يصعد، فاز 1-0 على شباب بلوزات في الجزائر، هدف ابراهيم سعيد فيما اذكر، وصعد الاهلي. في نهايه 2006 الاهلي تعادل مع الصفاقسي في القاهره وكان لازم يعوض في تونس، وعوض بقدم ابو تريكه الشمال. من الماتشات التاريخيه، من الماتشات الصعبه جدا جدا، واللي انا شخصيا كنت حاسس انها صعبه تعويضها تماما. الاتحاد الليبي لما خسرنا 2-0 وكسبنا في القاهره 3-0. صحيح صحيح، هجيبها لك. قادر الاتحاد الليبي، الاهلي الاهلي خسر في طرابلس 2-0، كان محتاج في القاهره 3-0. قدر الاهلي يكسب 3-0 ويصعد. ده عماد متعب الفنان، ده جون من احلى الاجوان اللي جابها في حياته. ومحمد فضل وشهاب، التلات اجوان من واحده يا شهاب، واحده يا شهاب على راي محمد عفيف الله يمسيه بالخير. المعلق كان قاريها من بدري قوي، واحده يا شهاب واحده يا شهاب، اداله واحده علشان اهي اهي عشان الاهلي يحقق ما كان يبدو مستحيلا. فين شهاب؟ ما اعرفش انتقل لأنهي نادي والله. هل بيتهيألي بره مصر دلوقتي؟ لا اعتقد في احد الانديه هنا. طيب اللعيب كان هايل والله. خسر الاهلي من الملعب المالي، خسر الاهلي في مالي 1-0، وفي القاهره كمان اتقدم الملعب المالي بهدف. ده درس وارد جدا ان الضيف يتقدم، مش معناه ان المباراه انتهت، ده معناه ان هو بيستنفرك اكتر بقى. الاهلي خسران بره 1، يجي هنا الملعب المالي يقوم متقدم، يقوم متعادل للاهلي ويكسب 3-1. دي مواقف لا يصنعها ولا يتخطاها الا الاهلي، ومش لجيل واحد، ده عبر الاجيال، ده المخزون التاريخي الحقيقي للاهلي عبر العصور. في نهائي افريقيا 2012 الاهلي تعادل مع الترجي 1-1 في اسكندريه لو تفتكروا، راح الاهلي في رادس فاز 2-1 زي ما حضراتكم شايفين. هو ده الاهلي وقدرته العاليه جدا على تجاوز مثل هذه المنعطفات الخطره. طبعا مش هضيف كتير لما اقول لكم فرص الاهلي ايه. الاهلي عنده 7 نقاط، شبيبة الثورة عنده 8، وفيتا كلاب عنده 7، وسيمبا تنزانيا عنده 6. نروح نشوف الجدول يا شوارب، ادي الجدول بتاع هذه المجموعة الرابعة. الشبيبة عنده 8 بيتصدر، والاهلي عنده 7، وفيتا كلاب 7، وكل فرقتين فوق بعض هيلعبوا بعض، يعني شبيبة الثورة هيلعب الاهلي وفيتا كلاب هيلعب سيمبا. المباراة كل الفرق دي عندها فرصة، عندها فرص تطلع أول، تطلع أول أو تطلع تاني أو تروح أو تخرج بره. وأنا بقول لك يعني حاجة غريبة جدا فعلا، النتائج كلها متاحة للأربع فرق، الثلاث نتائج متاحين، تقدر تطلع أول، تقدر تطلع تاني، وممكن تروح. الأهلي ما يفيده في هذه المجموعة يكسب إن شاء الله بأي نتيجة، لو 1-0 فقط يصعد كأول المجموعة. وقلت لكم قبل كده أول المجموعة الميزة النسبية اللي عنده أنه هيلعب أحد التواني بالقرعة. الإعلام وأحواله، الإعلام يحتاج كلام كتير جدا، لكن ما يتعلق بسيفون سبورت وهذا الإعلام الذي لا يتعلم، ده درس كبير، درس للاعلام الرياضي. انت اخترعت سيفون سبورت دي، اخترعت لنا موقع كده سيفون سبورت؟ انا ما اخترعتوش، سيفون سبورت تحول الى عنوان في اعمده راي مهمه جدا الاسبوع اللي فات، وكانت نتيجتها لما في واحد اسمه خالد وجيه او خالد محمد وجيه
طلع خبر تأليفه أو كتب تويته أو ألف حاجة. كان بيهزر. بيهزر إنه محمد وجيه هيبقى هو وزير النقل. كتبها في مواقع وجرايد وبرامج خدتها عنه. وابتدوا يقولوا مين محمد وجيه؟ وهو أبوه المتوفي. فالمسألة بكل ما فيها من ألم مهني، موقف مهني يؤلم بجد، يؤلم أبناء المهنة، إن احنا نحول سطح السوشيال ميديا على كل ما فيه إلى مصدر للأخبار ويتاخد منه ويتكتب منه. وده إذا كان تم رصده في خبر مهم لتعيين وزير، لا ده في الرياضة تقريبا حصل كل يوم، إن السوشيال ميديا مصدر للأخبار. الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق والأستاذ حسن المستكاوي في الشروق، الاثنين تصادف الأسبوع اللي فات، الاثنين كاتبين عن سيفون سبورت، الاثنين في نفس الموضوع من غير ما يتفقوا مع بعض، من غير ما يتفقوا والاثنين حاطين سيفون سبورت في العنوان. يعني عماد الدين حسين قايل سيفون سبورت ومشكلة مصداقية الإعلام، وحاكي عن الموقف اللي حصل للشاب خالد محمد وجيه المقيم في الكويت واللي قالوا وازاي الجرايد والمواقع. بس الناس مش فاهم يعني ايه لحد دلوقتي سيفون سبورت. قال بقى عماد الدين حسين اشهر هذه المقالب على ما اذكر هو ما فعله احد الاشخاص سنه 2009 اثناء مباراه الاهلي او اثناء مباراه مصر والجزائر، حينما اخترع اسما مقززا لموقع فرنسي. لو تفتكروا ساعتها الكابتن مدحت شلبي موجود في الاستوديو، اعتقد كانت قناه مودرن سبورت، وكانت في خضم الاحداث بتاعت مصر والجزائر. فشباب ارادوا ان هم يهزروا، راحوا كاتبين، ذكر موقع سيفون سبورت انه الرئيس الفرنسي ساركوزي يصلي من اجل ان تخسر الجزائر من مصر. طب ليه؟ قال لك عشان الجزائريين لما بيكسبوا بيكسروا باريس. فالرئيس الفرنسي عايز الجزائر تخسر عشان يخلص منهم ومن شغابهم. 2000 الكلام ده في سيفون سبورت. 2000 في سيفون سبورت. سيفون سبورت. وإذا بالمواقع المصرية والصحف المصرية وبرامج مصرية تاخد اللي الناس حبت تهزر فيه مع كابتن مدحت شلبي اللي برامجهم ساعتها. المشكل إن صحف الجزائر خدت ساركوزي أتمنى عدم تأهل الجزائر للمونديال. الجزائريين نفسهم وبقت ازمه صدقوا اللي احنا قلناه على اليوم السابع هنا خدها. ده درس تاريخي بجد. يعني اعتقد الباحثين في كليه الاعلام ما فاتهمش ده. موقع العربيه، مواقع كبيره جدا، ساركوزي يصلي من اجل الاي ار تي الشركه الناقله للبطوله في هذا التوقيت واخده ساركوزي يصلي. انتوا عارفين الشباب لما لقوا العمليه انطلت عشان يقولوا لنا يا بهايم يا بني ادمين افهموا يا جماعه في مشكله كبيره حاصله، بعد ما كتبوا سيفون سبورت قال لك شاور سبورت، قال لك وذكر موقع شاور سبورت لا خلاص بقى انه ميركل تتعاطف مع ساركوزي. بقى ازمه دوليه، واخد بالك انه كل رؤساء الدول سيفون وشاور بالظبط، علشان نحاول نفهم ان دي شباب بتهزر. الإعلام الرياضي انطلى ورا العملية ومشيت المسألة بهذا الشكل. فالأستاذ عماد الدين حسين قايل إنه الفضيحة وقتها لم تتوقف عند حدود نقل الصحف والمواقع المصرية والعربية لهذا الخبر، لم يركز أحدهم على كلمة سيفون التي يحمل الموقع اسمها، بل امتدت المأساة لتصل للصحافة الجزائرية. وقايل عماد الدين حسين مرة أخرى وليست أخيرة، وأزمة وبيقول لا أعذر بالمرة أي صحيفة حينما تنشر أخبارا مزيفة، لكن علينا أن نسأل بعض القائمين على أمر الإعلام المصري، ماذا فعلتم لتساعدوا من يحاول الالتزام بقيم المهنة؟ أيوة ده اللي احنا بنقوله مصر وشرفها بقى. وتنوعها وحريتها، وهو ده اللي بنقوله بقى. احنا ملتزمين قوي وعايزين نكمل على هذا الالتزام، بس إلى متى؟ ايه الحماية اللي بيلقاها الاعلام الملتزم من الاعلام اللي بيدعي عليه؟ ايه؟ ولا حاجة، بالعكس. طب
طيب كله ماشي بطريق سيفون سبورت وسبورت. والاستاذ حسن السكاوي في نفس اليوم اللي عماد حسين كاتب فيه قال في الشروق في مقاله: ايام ازمه مباراه منتخبي مصر والجزائر الشهيره وقع الاعلام الرياضي في مقلب مماثل لمقلب تعيين وزير نقل وهمي، احمد الله اني نجوت منه ايامها، وكانت النكته التي لم يضحك لها احد، والمقلب الذي لم يلتفت اليه احد، واسم الوكالة الذي لم يقف أمامه أحد، كانت النكتة أن خبر بدأ بما يلي سيفون سبورت، كان الخبر عن انتقاد ساركوزي زي ما قلت لكم. القصة زي ما استعرضناها في أهم الفيديوهات وقتها، قناة مودرن سبورت، الناقد الرياضي الأستاذ فتحي سند في حضور الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة والأستاذ حسن المسكاوي. نشوف الأستاذ فتحي سند وقتها في قناة مودرن سبورت وهو يتلقى خبر سيفون سبورت. طبعا هو ماتش مصر والجزائر هو الشغل الشاغل من النهاردة لغاية إن شاء الله 14 نوفمبر إن شاء الله سنحتفل في استاد القاهرة بتأهل منتخب مصر لكأس العالم، هدية من إخواننا الجزائريين برضو كالعادة. بنتكلم عن جمهور، في خبر طريف جدا يا كابتن سمير، بيقول لك ان الرئيس ساركوزي رئيس فرنسا بيقول لك ان هو انا بصلي كل صباح حتى لا يصل المنتخب الجزائري لمونديال 2010. بيقول لك اي ماتش بيكسبه الجزائريين فرنسا وباريس بتتقلب. هو رئيس ساركوزي اهلاوي ولا زملكاوي؟ اعتقد هو لا اسماعيلاوي. هو مش ازرق، مش ازرق ترسناوي. بيقول لك ان اي ماتش بنكسبه بيحصل هوجه في شوارع فرنسا، ضجيج بشوارع باريس، يملؤون الشوارع الجمهور وينتشرون بهمجيه فضلا عن اطنان القمامه التي يخلفونها وراءهم في الشوارع. فبيقول لك انا بصلي كل يوم عشان اعداد كبيره قوي رهيبه عشان منتخب الجزائر ما يوصلش. هذا الخبر موجود على النت. احنا بنضم يعني صوتنا لصوت الرئيس الفرنسي، مش عشان اخواننا الجزائريين هينزلوا الشوارع يعملوا مشاكل، لكن عشان يجوا يتفسحوا عندنا ان شاء الله، يشوفوا النيل ويشوفوا اهراماتنا وتراثنا. يعني طبعا هي عدت ليه؟ لان نقلا عن سيفون سبورت، لا مش سيفون، المواقع اصبحت هي مصدر الخبر، هي دي المشكله. ما حدش بيتحرك. استاذ فتحي سند بيقول لك ايه؟ اتقالت في النت. اتقالت في النت ديت يعني، بس هو كويس انه اشار انه اتقالت في النت. ما هو مشير للمصدر، ما سمعش ساركوزي بيقول، ما يتبناش بقى الموقف، فاهمني؟ بالظبط. ما فيش تدقيق. لا هو اشار الى الموقف، عايزين بقى تشوفوا المصداقيه روحوا للموقع، واخد بالك؟ لكن ما انت مش قاعد بقى، ده هو مش في دماغه ان في دعابه تصل الى هذا المستوى وتمشي ويروج لها. اللي قال منها شاور سبورت، لان خلاص ما هو خلاص اللي قال عايزين يقول يا جماعه افهموا، يا جماعه احنا بنهزر، لا يعني خلاص دي عدت والناس فهمت ان في حاجه مش طبيعيه. قالوا لهم تاني يوم شاور سبورت. الزميل محمد شبانه وقتها اندهش مهنيا طبعا من اللي حصل، وقال راي لفت ايام كتيره جدا وحاجات اتغيرت، بس اللي قاله شبانه ما اتغيرش. نسمعه. هل هيظل الاعلام بهذه الصوره؟ هل هينتفض الاعلام في مصر الرياضي؟ انا بقول له اطمن، مش هينتفض طبعا، لانه اصبح ده اللون العادي. يعني هو بقى الاعلاميين كلهم حتى الكبار اول ما يسمعوا حاجه يقول لك يا سلام، معقول؟ طب وبعدين؟ لما انتوا كبار وبعدين توصلونا لمرحله ان احنا بننفخ في قدره مقطوعه زي ما بيقولوا، طب وبعدين ايه الحل؟ ايه الحل؟ ايه الحل في المشاكل الاعلام اللي بتحصل دي؟ ايه الحل؟ خلاص هنسيب الناس كده؟ يعني النهارده احنا اللي بنشكل ثقافه ومفاهيم ومدارك الناس في الشارع. بيقولوا يا جماعه الحقوا، ده في مصيبه حصلت، فين الناس بتجري تفتح التلفزيون عشان تشوف اخر الاخبار والاراء والمحللين والكلام ده؟ طب لما يكون الاراء والمحللين والمقدمين مش فاهمين حاجه، تبقى مصيبه سودة. ده وصلت ان الخارجيه الفرنسيه بتحقق في الموضوع، ازاي الصحافه مش مصدقه ان الصحافه المصريه ممكن تكتب حاجه زي كده، او الصحافه حتى الجزائريه اللي خدتها نقلا عن مواقع وبرامج مصريه. طب فين الانتفاضه؟
رابطه النقاد الرياضيين ممكن تنتفض في حاجه زي دي، ده هي اساسا عايزه انتفاضه. يعني رابطه النقاد الرياضيين دي بقت كيان ملوش معنى وملوش قيمه، بقى كيان ملوش قيمه اساسا، بقى موجود كده منظر زي السبوره. السبوره حتى في المدرسه مش منظر، زي مثلا ال اقول ايه يعني زي حاجه في البيت ملهاش معنى، زي الكرسي اللي محدش بيقعد عليه، هي بقت رابطه النقاد الرياضيين كده. فين الجمعيات اللي مفترض تثقف الناس؟ فين وزاره الاعلام وفين نقابه الصحفيين وفين الصحفيين الكبار والمقدمين الكبار؟ ده الموضوع ده مفترض ما يعديش كده بسهوله. لكن في النهايه عادي، احنا كل حاجه بقت عندنا عادي، لو قلت في مصيبه فين؟ الناس تقول لك يا سلام معقول وتضحك وتبتسم. يعني بقوا هم كمان مشاركين في المصيبه، المصيبه في الموضوع ده ان الكبار كمان شاركوا فيها وسقطوا فيها. هي دي المصيبه، لكن حد من الكبار جاب الصحفي اللي نقل الخبر ده خد معاه موقف؟ او جاب المعد خد معاه موقف؟ او في اجراءات تمت؟ او جاب كده الناس ما عنده في الجرنان او المعدين اللي عنده عمل معاهم اجتماع عشان يفهمهم يعني ايه تجيب خبر صادق؟ يعني ايه لما تضحك على الناس او تجيب خبر تافه او خبر خاطئ او مش عايز تجتهد؟ يعني انت بتعمل مصيبه على اللونج تايم عند الناس في الشارع؟ ما بقاش غريب ان يبقى في تعصب، وبقاش غريب ان يبقى عندنا مشاكل، وبقاش خلاص بقاش غريب ان احنا نشوف عربيات بتتحرق في ماتش كره سله. مش بس خناقات جوه الملعب، بقى يطلعوا دلوقتي ويدبحوا بعض وسنج ومطاوي وسلاسل وشماريخ وصواريخ، ما بقاش خلاص. لان الاعلام هو السبب. الاعلام والاعلان، هذه العلاقه اللي باتت علاقه غير اخلاقيه بالمره، هي السبب. انا في رايي الشخصي ده السبب. لان النهارده الاعلام ما بقاش متحكم في حتى في المقدمين بتوع البرامج ولا حتى في الصحفيين، بقى الاعلان هو المتحكم. يعني وكاله الاعلان تيجي تقول انا هجيب فلان يعمل برنامج كذا وهدفع كذا، القناه تقول له اهلا وسهلا عايز الفلوس تعال. دي بقت مصيبه. هي دي بقت المصيبه، ان الاخلاق ما بقاش لها قيمه. كفاءه المقدم او كفاءه رئيس التحرير او كفاءه الصحفي ما بقتش هي القيمه. القيمه بقى يجذب الناس ولا لا؟ ما هو يجذب الناس بالاثاره. انا طلعت وقت شتمت واحد، الناس حطيتها على المنتديات تقول ده شبانه بيشتموا كده، انا بقيت الراجل ان الناس تحبني او الناس الاعلانات يبقى عايزيني. لذلك انت بتطلع مقدمين بالتهته، مقدمين مش فاهمه حاجه، مقدمين بيتكلموا في قضايا ومش فاهمينها اصلا ويتحمق، في مقدمين بقى لهم اغراض ومصالح عادي، بقى ده عادي لان اصبح الاعلان هو المتحكم في الاعلام. يعني قضيه مصيبه، لكن كالعاده محدش هيتحرك ومحدش هينتفض، لكن احنا الامانه المهنيه اقتضت علينا ان احنا نقدم هذا التقرير وان احنا نحط للمره 9000 انذار ونقول يا جماعه الاعلام يسقط الى الهاويه ومحتاج بالفعل حاليا ان نضرب عليه السيفون. يعني كابتن الاستاذ شبانه محمد شبانه شوف كان زعلان سنه كام؟ وتسعة. عايز اقول لك على حاجه، طيب فات تقريبا 10 سنين اه الوضع بيتفاقم. يعني هو بيقول عايز انتفاضه، هو حصل انتفاضه بس في اي اتجاه؟ يعني يعني عايز اقول لك على حاجه يا باشمهندس، ال 10 سنين دول كل حاجه اتغيرت الا حاجه واحده. شبانه كان تخين بقى رفيع، كان صغير عن كده 10 سنين زاد 10 سنين، كان بيلوم الرابطه بقى رئيس للمكتب التنفيذي للرابطه دورتين، كان بيلوم النقابه دخل مجلس النقابه وامين صندوق النقابه وبكره عنده انتخابات في النقابه، ربنا يوفقه ويوفق كل الزملاء. اذا في 10 سنين كل المناطق اللي وجه لها اللوم محمد شبانه ما زالت هي هي على مستواها. يعني الأداء هو ليه انا بقول لك هي هي؟ اما اقول لك مجموعه اخبار جايه هتلاقيها كلها في السبد بتاع سيفون سبورت، تقدر تربطهم بنفس حزمه سيفون سبورت. لا لا، هي الفكره احنا مش بنرصد، احنا كده في اتجاه الرصد، لكن عايزين نفهم. انا رايي ما فيش إرادة في أي حاجة للتغيير. الناس شايفة الغلط وبتؤيده يا أستاذ إبراهيم. شايفة الغلط وبتؤيده. يعني الكابتن شبان على الأقل كان بينتقد وكان مستاء من الأمر. دلوقتي ما فيش حد، كل النقاد وكل الإعلاميين يطلعوا يقول لك إيه الإعلام الرياضي مدان. امال مين المكون بتاعه؟ مين اذا كنت كلنا زعلانين؟ صحيح صحيح. طب احنا زعلانين من مين؟ صحيح صحيح. طيب اذا كانت حسن النيه ممكن حد يفسر بيها سبب ازمه سيفون سبورت التاريخيه الكاشفه والكاسفه الحقيقه،
هو استاذ ابراهيم لما معلش النبي لحظه لما يجي الرئيس الفريق السفاره الفرنسيه تهتم وتتساءل لان دي قد تحدث ازمه مع بلد الله النقطه انا وانا باخد الخبر من الموقع سيفون سبورت هيفوت على دماغي ان واحد بيهزر لكن مهنيا ما خطرش في بالي ان انا اتحرى من الاعلام الفرنسي نفسه او من السفاره الفرنسيه ايه اللي خلاه يقول كده وهل قال كده وطب وايه المشاكل المترتبه على كده هو الفرق بين حد عادي وحد متخصص يعني انا لو رحت قلت للدكتور بطني بتوجعني انا حاسس بالم انا مش عارف بطني بتوجعني ليه الدكتور لما هيكشف هو اللي هيقدر يقول فيه ايه مش كده هو اللي هيشخص الصحفي لما يستقبل خبر القارئ العادي هيستقبله بحسن نيه وهيقراه المتخصص ما بيستقبلهوش كده عشان كده يتقال لك انه الصحفي يملك عينين بالاضافه لعينيه وودان اذنين غير اذنيه غير الحواس الطبيعيه للبشر لان هي فيها قدر من الخبره في الفرز مثل انا بقول يا استاذ ابراهيم وانا لما اجي اقرا خبر يا باشمهندس يجيني خبر والاقي مصدره سيفون سبورت انا عندي من الخبره ما يكفي او عندي على الاقل من المعرفه ايه هي المواقع الجاده وايه هي وكالات الانباء اللي موجوده ما عنديش حاجه اسمها سيفون سبورت لما الاقي اسم غريب ابدا ايه ده اشوف مصداقيته ايه ابدا اخش اسال ايه وكاله سيفون سبورت ولا ايه موقع سيفون سبورت اول مره يجيني حاجه منه ده لو ما استوقفنيش لفظ السيفون لو ما شدتش السيفون وخد بالك كمان هبعد هروح لابعد من هذا هو انت مهنيا لما ما يتقال تصريح بهذه الخطوره من رئيس دوله ما بقاش معني ان انا انطق وراه من مصدره فتمشي احنا ليه بنقول ده يا جماعه كمدخل زي ما قال عماد الدين حسين في الشروق والاستاذ حسن مسكاوي او الاستاذ عماد والاستاذ حسن والاستاذ محمد شبانه انتوا بتتكلموا على 10 سنين فاتت مفيش حاجه اتغيرت اذا كان في حسن نيه مفترضه حتى وان كان في قصور وتقصير من اللي وقعوا في هذا الفخ السيفوني ايه الفخ العمدي المنصوب دلوقتي في كثير من المواقع والصحف للنادي الاهلي العمدي لما احنا في الشتاء مش كده احنا في الشتاء والدوري شغال والموسم شغال وما تقدرش تقول ان الدنيا الدوري خلص الاهلي تقريبا ما لعبش نص الدوري الاقي في الاهرام الرياضي اللي رئيس تحريرها الصديق العزيز محمد شبانه عشان كده بقول لكم 10 سنين مرت واحنا في نقطه الخطا هي نفسها الاقي الاهرام الرياضي في العدد الاخير واحنا في الشتاء مذبحه لاسارتي انتوا متخيلين الكلام على انه في مذبحه لاسارتي هيعملها في الاهلي الصيف الجاي بيع محارب ونجيب وشريف ولطفي ووضع جمعه والشيخ وحمودي على قائمه الانتظار والمطالبه بضم عامر وهلال وعبد العاطي والسيسي وجابر تخيلوا ان الدوري الاهلي ما لعبش نصه ومذبحه الصيف في موضوع كبير للعيبه هيتقال لها ان انتوا هتمشوا من دلوقتي ولسه ما لعبوش فيهم ناس لسه ما خدتش فرصه هل في منطق يعني استندوا على الخبر منين من مين مصدرهم في النادي الاهلي لسارتي سيد عبد الحفيظ الاقي جريده الاسبوع عشان تعرف ان هي في كتير ممكن يتسفونوا يتحطوا في السيفون بنفس المنطق المهني الغريب الاقي جريده الاسبوع نجوم الاهلي يخططون للهروب في الصيف والاقي نفس الحرص على ازمه الصيف اللي جاي الاهلي يؤمن نفسه من رحيل ازارو بسبع مهاجمين جدد انتوا متخيلين ازارو لسه مصاب ما لعبش لسه ما رجعش لمستواه الاهلي هيجيب سبعه مكانه وش معنى الاهلي اللي هيبيع ويشتري من دلوقتي يعني والاقي احمد الشيخ يواجه مصير ميدو جابر في الاهلي في اليوم السابع والاقي الشروق ازارو يطلب مليوني دولار في الموسم لتمديد عقده والاقي موقع فيتو مذبحه الصيف في الاهلي والاقي الجمهوريه زمن الصبر فات بين لاسارتي والشحات والاقي في الوطن الاهلي يفقد محمد محمود حتى 2020 وهاني وندفد يطلبان الاحتراف الاوروبي ولاسارتي يؤجل صفقه الموسم
وألاقي في الوطن صلاح محسن يسور على لسارتي في الأهلي، وألاقي في الوطن صلاح محسن يبدأ خطوات الرحيل عن الفريق، وألاقي في روزا اليوسف صلاح محسن يبدأ خطوات الرحيل عن الفريق رسالة إلى صلاح محسن سيب الأهلي، 59 دقيقة لعبها المهاجم الشاب في شهرين. هل ده كلام؟ هل ده منطق؟ في وقت هو متعور فيه، لاعب متعور ولعيبة لسه مصابة ما خدتش فرص عشان ترجع، الإعلام قيمها ومشاها. الخطير في هذا الموضوع مش شايف التزامن، مش شايف ان لازم. بالمناسبة صلاح محسن عبد المنعم القصة بيقول لي في قائمة الأهلي بكرة. انت سيبك من كل ده، مش شايف التزامن؟ أيوة. مش شايف الاتفاق بالظبط؟ مش شايف ان ده مقصود منه تصدير في اللحظه دي وانت هتلعب، ناس تشككك في الحكم، وناس تزرع لك الفتنه في اللعيبه، وناس تنزع الثقه منهم، وناس توقع بينهم وبين الاجهزه الفنيه، واخد بالك من الشبكه اللي معموله لك ويتحدثون عن الاحتقان ومش الاحتقان. يا ابراهيم احنا في مخطط رهيب رهيب. نجى الاهلي منه ربنا سبحانه وتعالى، دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير ان نلتقي في العاشره مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.